عشان في ناس مش هيقدروا يجوا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هشير معاكم الايميلات اللي كانت جات لي. النقط اللي هنتكلم فيها هنبدا بمحمد عبد الرحيم عشان هو اول واحد بعت نوتس، فادي النوتس بتاعته. طبعا انا هفتح لك برضو الفرصه ان انت تتكلم اكتر يا محمد، بحيث ان انت تشرح لنا بالظبط ايه اللي موجود في النوتس دي. ماشي عبد الرحيم، معايا محمد رحيم؟ تمام. طيب اتفضل يا محمد. هو بالنسبة للمسألة اللي محمد مختار يشتغل عليها، هي حاجة مش اللي احنا قلناها خالص، ولا هي interactive segmentation، ولا هي semantic segmentation، ولا هي instance segmentation. هيتكلم على مسألة جديدة اسمها panoptic segmentation. هو بيقول ان دي تاسك جديدة وبدأت الناس يحاولوا يشتغلوا عليها في الفترة الأخيرة، وفيها ميزة ان هي موجود منها فيرجن كمان للبوينت كلاود، يعني هي مش بس على الايمجز ولكن كمان على البوينت كلاود. فانا هسيب بقى الميكروفون لمحمد وهو يبدأ يكلم. لو تقدر تشير من عندك يبقى احسن يا محمد، عشان انا محتاج السكرين بتاعتي. تمام. طب هشير من عندي. حاضر، لحظة واحدة بس. هقفل من عندي يعني خلاص. هشير من عندي. تمام، السكرين شيرت كده. ايوه محمد، ده ايوه شايفين كويس كده. بانوبتيك سيجمنتيشن، تمام. هو مبدئيا بس انا يعني لسه ما اخترتش، يعني انا كنت مستني ندسكاس كله مع بعض كده عشان كويس بعد كويس، ده احسن. خلينا فعلا ندسكاس، يمكن تغير رايك في اخر الميتين. كويس، اتفضل. بالظبط كده. دلوقتي يعني انا وانا بدور لقيت يعني بيبرز، يعني انا عامه لما بدات تدوير يعني بدات بيبرز وسكوت كده وشفت ايه الحاجات الاخيره اللي معموله، فلقيت حاجات كتير جدا شغالة على مسألة panoptic segmentation. لما بصيت لقيتها introduced في paper 2018 2019 حاجة كده، فمسألة تقريبا جديدة. هي مسألة عبارة عن إيه؟ مسألة إن هو بيحاول يعمل segmentation، يعني semantic segmentation و instance segmentation تقريبا في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني مثلا بيحاول يسيجمنت يعني هما زي ما هما كاتبين كده الثينجز والستاف. ف الثينجز عبارة عن ايه؟ مثلا سكاي، رود، الحاجات دي. بعد كده الستاف هي عبارة عن ايه؟ بيرسون 1، بيرسون 2، كار 1، كار 2 كده. فهو يعني سيمانتيك وانستنس مع بعض. ده اللي انا فهمته من يعني قعدت اقرا فيها شويه. ويعني في الداتا سيتس اللي موجوده بقى، يعني في حاجه بوينت هتسكسها برضو، ان بيبرز كتير جدا بيترينوا على كوكو، وهي كوكو فيها يعني هم عاملين بابلش لتست سيت فيها، يعني عاملين بابلش لحاجات يعني عشان تترين الموديل على البانوبتيك سيجمنتيشن ده. مش ده كوكو طبعا كبيرة مش تنفع كولاب، دي مشكلة. في داتا سيت تانية لما كنت بدور بقى على داتا سيتس غير كوكو في البانوبتيك سيجمنتيشن دي، لقيت اللي هي السيمانتيك كيتي، ودي بتشتغل في البوينت كلاود، والسايز بتاعها تقريبا 20,000 أظن مناسب، يعني 20,000 ترين وعشرين ألف تيست. 20,000 بوينت كلاود صح؟ كويس. تاني لاين من الحاجات اللي بصيت فيها طبعا الترانسفورمرز، يعني هما يعني دايما يعني هو اظن الله اعلم في اتجاه ان هما يحاولوا يدخلوا الترانسفورمرز في كل حاجه، يعني على اساس انها بتجيب ريليشنز ما بين في الانبوت كويس، يعني بتعرف تمودل ريليشنز كويس.
ففي اتجاه ان هم بيعملوا، يعني في بيبر لقيتها هي بتعمل اوبجكت ديتكشن في ترانسفورمرز، بس يعني هم كاتبين في اخر البيبر كده ان بتاعهم كان بي ايزلي اكستندد ان هم يعملوا بانوبتيك سيجمنتيشن بالكلاسيفيكيشن ماسك. بس معظم يعني كل البيبرز اللي لقيتها بتتكلم في حته ترانسفورمرز دي ترند على كوكو برضو. ف يعني انا مش عارف يعني هترين على كوكو من الاول هينفع على الكولاب ولا لا، وحتى لو يعني لو ما ترنتش على كوكو فانا هل ممكن مثلا اترين هم كاتبين، يعني انا مثلا لما بصيت في الجيت هاب بتاع موديل من المودلز هم كاتبين انت لو معاك 10,000 او 20,000 ايمج هتقدر تترين موديل، بس الفكرة ان انا هترين موديل مثلا على باسكال واطلع ريزلتس على باسكال، هل انا اقدر اعتبر الريزلتس دي هي البيز لاين بتاعتي ولا لازم اعمل لازم بيز لاين على نفس الحاجة اللي عملتها البيبر عشان اقارن؟ لا، هو اصل انت ممكن تشتغل على باسكال، مفيش مشكله، انا ما عنديش مشكله يعني. بس انت لو البيبر دي ليها كود فانت محتاج تشغله البري تريند موديل بتاعهم، تشغلهم وتطلع نفس النتائج شبه اللي في البيبر بتاعتهم على الاقل. اه لا هم حاطين instructions نطلع النتائج بالظبط من train trained model بتاعهم. وفي بقى حاجة ثالثة، يعني انا كنت بفكر في اتجاه ان هو يعني ما اخترعش حاجة جديدة بس استخدم image segmentation في مسابقة او حاجة كده، فهل ده ينفع ولا لا؟ يعني النتائج كويسه غصب عنك لازم تعدل يعني، يعني مش هينفع تاخد حاجه قديمه وتحطها ومش هتطلع اللي انت عايزه يعني. طب يعني انا طب هي البوينت التالتة دي يعني ممكن اكملها ونشوف. يعني هو عامة انا يعني كنت بدور لقيت ان هو بيستخدم البانوبتيك سيجمنتيشن، يعني بيستخدمه بيأتند عليه عشان يعمل ايمج كابشنينج، ده بيبر كان في 2019. البيبر دي لما كانت ريليزد كان اللي هو اف سي ان بانوبتيك سيجمنتيشنز ما كانش ريليزد، فهو كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل instance segmentation و semantic segmentation ويجمعهم مع بعض كده بطريقة معينة، بس ال FCN دي بتعملهم مرة واحدة كده في end to end. فهل دي حاجة؟ تاني حاجة، يعني هو في competition by Facebook، انك يعني competition دي بتقول ايه، هم عايزين يكلاسيفاي الميم اللي موجودة دي hateful ولا لأ. فالميم دي بتبقى عبارة عن ايه؟ هو بقى عبارة عن صورة الميم وهم جايبين التكست اللي جوه الميم. فأنا كنت بفكر يعني لو يعني ممكن نمشي في اتجاه ان هو مثلا اعمل موديل يأتند على الكابشن بتاع الايمج وعلى التكست اللي موجود في نفس الوقت عشان يكلاسيفاي ده هيتفول ولا لا. دي حاجة. و فين السيجمنتيشن في المسألة؟ هو بانوبتيك سيجمنتيشن، هو بيستخدم بانوبتيك سيجمنتيشن عشان يعمل ايمج كابشن، يعني هو بيأتند البانوبتيك سيجمنتيشن عشان يعمل ايمج كابشن. فانا هو ممكن بيعمل كابشنج ولا بيكلاسيفاي إذا كان الميم ده لا ده دي بيبر دي البيبر اللي انا هستخدمها في الكومبيتيشن دي، يعني دي البيبر بانوبتيك سيجمنتيشن عشان يعمل بي ايمج كابشنينج، انا هستخدمها في الكومبيتيشن دي عشان اعمل ايمج كابشنينج بالبانوبتيك سيجمنتيشن، بعد كده هاتند الكابشن بتاع الايمج والتكست اللي موجود مع الايمج الاتنين مع بعض عشان اعمل كلاسيفاي، او هحاول اعمل موديل ياتند للبانوبتيك سيجمنتيشن زي ما هو عامل وياتند للكلام التكست اللي جوه الايمج في نفس الوقت. دي كانت فكرة بس مش عارف، يعني هي فكرة تفكير مش حاجة كبيرة يا محمد، انت كده بتصعب الدنيا على نفسك جامد. فدي حاجة كبيرة، فأنا بس كنت بس بفكر ممكن تعمل أحسن حاجة عندك فيها بأي حال من الأحوال يعني. ماشي. هو البوينت الرابعة أنا قلتها في وسط البوينتس التالتة اللي هو معظم يعني في حاجات كتير يعني كاتبين البيز لاين، يعني هما تريند على كوكو وكاتبين الريزلتس على كوكو وجنبها الريزلتس على بقية الحاجات، بس هما تريند على كوكو، فهل انا هعرف اقارن نفسي بالحاجات اللي هي تريند على كوكو ولا لا؟
خلينا نتفق اتفاق بس ان السايز ده داتا سيت مهم عشان ما تصعبش الدنيا عليك. خلينا نقول ان احنا هنترين في الماجنيتيود بتاع كوك ام سوري باسكال، عاوزين حاجه في الرينج بتاع باسكال ده. يعني مثلا الا لو انت بقى لقيت وانت بتعمل تريننج ان الايبوك ما بياخدش وقت كبير، فخلاص بقى اروح على كوكو وانتهى الموضوع يعني. بس النظر ان كوكو ممكن تبقى فيها بوتل نيك في التريننج والكلام ده، خلينا نفكر في الداتا سيتس بس اللي في نفس السايز بتاع باسكال. ماشي يا محمد الكلام ده لكل تمام. اسم كوكو. طب انا عندي سؤال تاني. لو انا مثلا نقدر طبعا ان احنا لو لقينا بري تريند موديل معمول على كوكو ان انا اجربه على التيست ديتا بتاعت كوكو واطلع نتائج شبه اللي بتاعت الفيديو بتاعت اللي بتريبورت على كوكو ده، نظر ستوري مش هي دي اللي قصدي عليها. انا قصدي لو انا هترين ومضطر ان انا اعمل تريننج من الاول، فخلينا ايه نقول ان الليمت بتاعنا هو الباسكال داتا سيت، اللهم الا لو لقينا ان التريننج تايم ريزونبل فممكن اروح اترين على كوكو. ده الخلاصه يعني. ماشي محمد، عايز تمام. تري تاني؟ عطيتك انا معلش. كنت هقول يعني مثلا انا لو لقيت بيبر، يعني انا مثلا لو هعمل بيبر وهضيف عليها حاجة، فانا في الاخر لازم اقارن بالبيبر دي ولا مش لازم بقى طالما انا هترين على حاجة تانية غير كوكو؟ لا ما هو انت بص انت لو انت هتكتب بيبر فانت مضطر تروح تسين على كوكو عشان تقارن بيهم. احنا بنتكلم على كورس بروجكت دلوقتي، لو بتتكلم على بيبر فانت غصب عنك لازم هتحتاج اكسترا ريسورسز، which I suppose ان انت في يعني في وقت كتابة البيبر تقدر تاكسس الريسورسز دي يعني. تمام ماشي. بس احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ على موضوع الكورس بروجكت. ما نحاولش نشتت نفسنا ما بين حاجتين دلوقتي. كورس بروجكت ان شاء الله نطلع منه بحاجه كويسه تنفع، تبقى بيبر ذاتس جود نيوز يعني. بس انت لازم تكون متصور ان المسائل دي بتاخد وقت يعني، ان انت الشهرين اللي فاضلين لحد الكورس بروجكت ما يخلص صعب يكفوك لانك تكتب بيبر، صعب ما اظنش يعني. هتعمل احسن حاجه عندك ونطلع نتائج على باسكال، لو طلعت نتائج كويسه نكمل على كوكو ذاتس فاين. بس يعني انك تحط البوتل نيك بتاعتك عند التريننج على كوكو وتقول اصلا انا الموديل بتاعي بياخد وقت كبير في التريننج وتقعد متعطل كتير ومش عارف تحسن في اي حاجه. هي ميزه انك تشتغل على داتا سيت مودريت في السايز ايه؟ ان انا اقدر اكسبلور ديفرنت ايدياز في وقت قليل، وده الميزه يعني. مثلا بدل ما انت في شهر هتكسبلور ايديا واحده او اتنين، لا انا ممكن اكسبلور ثلاثه ايدياز او اربعه. ده الفكره ان انا ابدا اغير دي. اصل انا لما زودت الاتنشن على التكست حسن النتائج، ولما زودت الاتنشن على السيجمنتيشن حسنها اكتر واكتر. طب هعمل ستريم واحد ولا تو ستريم اتنشن، هو ستريم بيأتند في كده، ولا هعملهم الاثنين مع بعض، ولا هعمل ايه؟ كل الحاجات اللي هي الكومبينيشنز دي، كل ما الداتا سيت بتكون السايز بتاعها ريزونبل كل ما ده بيكون انسب لك انك تجرب يعني. تمام. بس لازم تختار الداتا سيت المناسبه بالسايز المناسب بالبروبلم المناسبه. يعني انا شايف مثلا انت في نمره 3 مكبر الموضوع قوي يعني. يعني كون ان انت تعمل بانوبتيك سيجمنتيشن فور ايمج كابشننج بس باستعمال الاف سي ان، this is a good course project. تمام. فاهم قصدي؟ اي حاجه في بعد كده بيوند كده تبقى اكبر من كورس بروجكت. تمام، يعني انا ممكن مثلا اعمل ده كورس بروجكت على اساس ان انا ممكن اكمل عليه. الله ينور عليك. ده المسج اللي احنا عايزين نوصل لها يعني، ان الكورس بروجكت ليفل والبيبر ليفل تاني، ما تدخلش حاجتين في بعض عشان ما تتفاجئش بالاوتبوت. انت في الاخر خالص اخر الكورس هتيجي تقيم المجهود اللي انت عملته. المجهود اللي انا عملته ده انت فاكر ان هو ينفع للبيبر، وانا بقول لك من دلوقتي ان هو لا، البيبر عايز مجهود اكتر من كده. ايوه، عشان بس ما تجيش تتصدم في الاخر تقول ده انا بعد كل المجهود ده وده ما يطلعش نص بيبر مثلا. انت اوير بالليميتس بتاعتك. فمن الليميتس اللي عندنا موضوع ريسورسز، لازم ناخد بالنا. لو انا هشتغل على جوجل كولاب فانا عارف الليميتس بتاعتي ان السيشن 12 ساعه والايبوك يا ريت ما ياخدش وقت كبير عشان اقدر، ومحتاج ان انا سيف ولود المودلز كويس، ومحتاج. ولو عملت كولاب برو بدفع $10 في الشهر وبيديني موديل السيشن بتبقى 24 ساعه، واللي بيديني احسن جي بي يو موجود عنده في معظم الاحيان اللي هو الفي 100 which is very very strong جي بي يو يعني. فممكن يبقى ده احسن لك في بعض الاحيان، وده انا برشحه انا فكرت في كده فعلا. وانت towards the end of الكورس بروجكت، بعد ما هتقعد تستنفذ لما تلاقي فعلا ال 12 ساعه بتاع السيشن بتاع كولاب فعلا بقى بدايه عليك، اعمل البرو. بس برضو احنا مش هنعمله غير في الضروره يعني. افرض ان هو البروجكت يخلص من غير البرو، هروح اعمله بالبرو ليه يعني وادفع فلوس ليه؟ بس انا شايف يعني ان الكوست بتاعته ككوست وايز ات وورث ات يعني. يعني ككوست وايز بصراحه $10 في الشهر
سي ان انت هتعمله على شهرين مثلا، احنا من اول دلوقتي لحد اخر الترم عندنا اولموست 8 اسابيع، فالشهرين دول فكرت في يعني كده فعلا 20 دولار ك 20 دولار، يعني يطلعوا كام دول بالمصري؟ تقريبا 300 350. 350 400 جنيه. فيعني ات سيمز ان ده الشيبست، باي ذا واي ده الشيبست، مفيش حاجه ارخص من كده، مفيش حاجه ارخص من كده. انا فاكر مره ان قالوا لي ان اللي عنده اكونت ايميل على اليكس يو بيقدر يعمل فري اكونت على جوجل كلاود، بيديله مش عارف 250 دولار او 200 دولار. جوجل كلاود اه سمعت الكلام ده حتى. عملت على الايجر وخلصته وقت الجراديويشن بروجكت. انا اه لا انا كنت واحد عندي في مشروع تخرج السنه دي في سنه ترم تاسع في البرامج قال لي المعلومه دي، قال لي ان هم هيعملوا الفري اللي هو ال 250 دولار على كلاود، على جوجل كلاود. فممكن برضو ده يكون اوبشن تاني لو انت ما عملتش الموضوع ده ولا قبل كده ولا مره يعني. يعني مع جوجل كلاود ما عملتوش قبل كده، فانا اه ممكن اكسبلور في الحته دي. فممكن تكسبلور فيها، بس خد بالك برضو من حاجه، ان الوقت اللي انت هتنفسته انك تدور وتسطب الدنيا كولاب بيوفره لك. انت كولاب بتخش بتلاقي حاجتك كلها بشويه امبورتس بتلاقي الدنيا اشتغلت يعني. هو انا مبدئيا هبتدي بكولاب عادي، بعد كده كولاب برو، بعد كده بقى لو اتزنقت ان شاء الله بالظبط. ماشي في المرحله دي يعني. بس اه بس انا مثلا كانت عاجبني فكره البوينت كلاود سيمانتيك سيجمنتيشن على سيمانتيك كيتي بصراحه، دي عاجبني فكره تقول ما الباس هي عجباني اسمها برضه. حلو انا اسمها قريت حلو. تمام يا دكتور، ثانية. اتفضل. انت بتكلمني ولا بتكلم حد تاني؟ لا حضرتك، انا بكلمك يا دكتور، انا ساعتك، فبقول لحضرتك اتفضل. لا انا بقول لك ان 20,000 ده سايز معقول جدا. ما هي كانت عجباني، بس انا لما قريت البيبر لقيتها ديتيلز كتير، انا ممكن اشتغل فيها، بس انا يعني حتى لو قريتها لقيتها ديتيلز كتير ومش عارف اعدي فيها ازاي. طب خلينا دلوقتي نختصر تفكيرنا على نمرة واحد ونمرة ثلاثة. it looks for me انها هتبقى مور يعني reasonable، وفكرة البنوتك سيجمنتيشن نفسها فكرة ظريفة يعني، يبدو لي ان هي ايه حاجة كده في النص ما بين السيمانتيك والانستنت سيجمنتيشن. ف it looks promising يعني ان احنا نشتغل فيها، ويبقى مسألة لسه جديدة انت بتقول ومبقاش كتير ريليزد يعني الداتا سيتس بتاعتها والبيبرز نفسها بتاعتها، صح؟ يعني انا لما بصيت، ممكن تسيب لحضرتك كده، هي بيبر بتاعت البانوبتيك سيجمنتيشن. CVPR 2019. وصلت 247 مرة، ده كويس، معنى كده إن عليها هيتس كتير، ناس كتير عايزينها. اه البرنتال سيجمنتيشن رجع العربيات مختلفة بألوان مختلفة في الصورة اللي ماشي. هو ده انترستنج بالنسبة لنا، ده انترستنج بالنسبة لنا. جميل يا محمد، شكرا إن أنت فتحت لنا الدايركشن ده، هو يعني شكرا. عفوا يا دكتور علي. ستوب شيرينج. اتس ماشي، اتس كويس كده خلاص. يعني نشوف مين تاني واحد بعت الإيميل بتاعه. لحظة واحدة. البشمهندسة سارة بعتت بتقول ايه البروبوزل بتاعها، وبعتت بتقول سلايد يعني فيها سمري لكل الميثودز اللي ساعدنا في البرين ستورمنج. فخلينا نبص على السلايدز بتاعت البرين ستورمنج يعني انت مجهزاها يا باشمهندس ساره، ممكن تشير السكرين لو عايزه، بحيث ان احنا نقعد ندسكاس نشوف ايه اللي عايزه تقوليه او ايه الحاجه اللي لفتت نظرك في المودلز دي كلها وشايفه انها تكون مناسبه عايزه تشتغلي عليها. سامعينا ولا مش سامعينا؟ ايوه دكتور، حضرتك سامعني؟ اه دلوقتي سامعتك. اه اتفضل. ثانية واحدة هشيل السكرين بس.
ايوه كده مظبوط كده، شيء ده شايفين. تمام. اوكي اوكي، هو الفكرة كلها ان انا كنت بفكر فيه، ان انا حطيت الحاجات اللي احنا عدينا عليها كده قدامي عشان ابدا اشوف ايه اللي ممكن، ايه اكتر بوينت مثلا جابت ندى كويسة، طب ايه اللي ممكن نتحسن، طب ايه اللي ممكن نشتغله نعدله في موديل منهم. ف هو انا اكتر لفت نظري يعني فكرة الاترس convolution. هي في كذا بيبر يعني عدينا على تقريبا 2 بيبرز كانوا شغالين بيهم، وانا اوريدي كنت قريت بيبر قبل كده كانت شغاله في اللي هي البروبلم بتاعه الكاونت، وكانت برضو جايبه ريزلت كويسه. فحسيت انه it seems يعني ان الاترس ممكن يجيب ريزلت كويسه في ان هو يهندل different scales يعني في الصوره، يعني ان هو اصلا حتى في بيبر منهم اللي احنا قريناهم يعني كانت بتتكلم ان هو لما بيشتغل ب different dilution في كذا ليفل، هو في الآخر بيعدي على كل البيكسلز، مفيش بيكسل منه بتوع الانفو بتاعتها يعني. يعني ايه البيبر اللي لفتت نظرك؟ يعني ما فيهاش اتروس كونفوليوشن، عايز احط عليها اتروس كونفوليوشن مثلا. كانت اللي هي البيراميد اتنشن، البيراميد اتنشن، تفكريني بيها بس، رسمه صغيره قوي انا شايفها بس. اوكي، عملت البرزنتيشن بتاعتها. انت اللي كنت عامل البرزنتيشن بتاعتها؟ اه. طيب هي الفكرة كلها في الفيتشر بيراميد اتنشن اللي هو البلوك ده كان بيحاول يهندل الديفرنت سكيلز باستخدام ان هو بيستخدم اكتر من فانتي مثلا هنا واضحه جدا ان ممكن فعلا الكلام ده يبقى جوت ريبليسد باترس كونفوليوشن بديفرنت دايركشن ريتس مثلا. بالظبط. والله دي جود تشينج، يعني كويس، يعني ده حاجه كويس. بس طيب جميل، انا لو هتعملي حاجه شبه كده فده هيبقى فيري ماتش يعني جود كورس بروجكت، بس لو انت بتفكري انك تعملي ده كبيبر لا هيبقى صغير. فاهم قصدي يا باشمهندسه؟ فاهمة يا دكتور. بس هو طبعا فكره كويسه جدا. مثلا شفنا بيبر زي فيتشر بيراميد اتنشن، عندها فيتشر بيراميد بولينج، وهو هنا الكومبوننت ده ديفينيتلي ات كان بي ريبليسد باي باي اتروس كونفوليوشن ويز ديفرنت ريليشن. طيب ماشي، معلش بقى رجعي تاني للسلايدز بتاعتنا اللي هي كانت فيها الرسمه الكبيره. وانا اكتر حاجه كنت بفكر فيها هي الديفرنت سكيلز، يعني اللي هو كل واحده اتعاملت ازاي مع ان هي تهندل السكيلز المختلفه اللي جوه الصوره. ممكن عشان انا اوريدي شغاله في حاجه شبه كده ف بس مثلا انا قصدي، ما هو انت كنت شغاله في مساله شبه كده فعلا، وكان عندك مثلا انا فاكر كانوا بيقسموا الصوره لاربع ارباع وكل ربع يخش على ديفرنت برانش، او في برانش هيكون احسن في الربع الفلاني من الربع العلاني، صح؟ بس ما عرفتش ازاي ممكن اعمل حاجه زي كده في البروبلم دي، يعني مش عارف، حسيت ان ما جاتش فكره في دماغي ان انا احط دي مع دي، يعني او ان انا اوظف الحته دي في الجزء ده. يعني هو الاتنشن وظيفته يعمل ايه دلوقتي؟ الاتنشن قصدي انت ممكن النتورك اللي انت كنت موريها لي من اللحظه دي، السلايد اللي قبلها، ما توصليش بيها لللايرز بقى الاخيره. احنا عايزين الجراوند تروث بتاع المساله بتاعتك انت هيكون مختلف شويه، هيكون في حاجه تانية. فاهم قصدي؟ بمعنى انت كنت بتمسحي لي مساله كاونتنج، صح؟ الكاونتنج ما بيرجعش سيجمنتيشن، بيرجع حاجه اسمها دنسيتي ماب. بالظبط. فانت لو انت عندك التريننج بيرز اللي هو، هل اقدر انوتيت ولا ما اقدرش انوتيت؟ مش هقدر انوتيت. لو انت عندك التريننج بيرز، الصوره اللي مش عارفه فيها الكاونتس والصوره اللي فيها دنسيتي ماب، بدل ما انت عندك الصوره الاصليه والصوره اللي فيها سيجمنتيشن، فاي ثينك يو كان ريبليس ده بده. يعني طب فكرة ما وصلتش أوصل. هشير من عندي. فين شيرينج؟ شير سكرين. هي دي الرسمة بتاعتك السلايد التانية، صح كده؟ شايف الكرسر بتاعي؟ شايف الماوس بتاعتي، صح؟ بس بقول لك في مساله السيمانتيك سيجمنتيشن انت بيبقى عندك بيرز، الصوره اللي فوق
والصورة اللي تحت، صح؟ مسألة كراود كاونتنج هي هي بالظبط، بس بدل ما انت عندك الصورتين دول، عندك الصورة الأولانية هي اللي فوق والصورة اللي تحت هي density map، صح كده؟ صح كده. فخلاص انت ممكن تعملي نفس الالجوريزم ده على المسألة بتاعتك. وده بقى هياخد باله من كل السكيلز اللي في الصورة بالديفرنت، وتدخلي فيها الاتروس كونفوليوشن. بس ساعتها مش هحل، مش يعني هبقى شغال على بروبلم كاونت مش احنا شغال على سيجمنتيشن. كاونتنج بس بنفس الفيتشرز بتاعت السيجمنتيشن. مش احنا قلنا ان الكورس بروجكت ينفع يجوز انك تستعملي الفيتشرز بتاعت السيجمنتيشن في المساله تانية تكون معتمد عليها؟ يبقى احنا كده ما عملناش سيجمنتيشن بس عملنا كاونتنج بنفس الفيتشرز بتاعت السيجمنتيشن، فده فاليد يعني. اوكي ماشي، ما جاتش في دماغي بصراحة. هي اي مساله، هي مساله سيمانتيك سيجمنتيشن. دلوقتي عندنا انبوت واوتبوت، واحنا الاوتبوت بتاعنا هو ده والانبوت بتاعنا هو ده، ده معناه ان انا اقدر اعمل الكلام ده. اوكي وصلت الفكرة. يعني كونسيدري دي، لو انت عايزه تشتغلي كورس بروجكت بس على انها مساله سيمانتيك سيجمنتيشن، ده جود انف، وهتاخدي الدرجه بتاعت الكورس بروجكت بالكامل، مفيش مشكله بالنسبه لنا. انا قلت لك ان ده كويس قوي للكورس بروجكت، لكن هيبقى الفاليو بتاعته اكبر لو الاركتكتشر دي او الموديل ده استعمل في مساله تانية مش بتاعته. يعني هو كانك بتشوفي الموديل ده في مساله اكس وبتستعمليه في مساله تانية واي. طبعا ما تتخيليش انه هيشتغل على طول يعني، بس انا قصدي موضوع الموديلنج، ان انا اقول ان الفيتشرز اللي بتاعت السيجمنتيشن بتكون يوسفول في مساله الكاونتنج، دي حاجه ات وورث فور ستادينج مور ذان ان انا اقول ان الفيتشرز بتاعت السيجمنتيشن ينفع في مساله سيجمنتيشن. طب ما دي حاجه معروفه، فاهم قصدي؟ بس ممكن نخليها يعني كأنها مايل ستونز، أول مايل ستون إن أنا صح. أريبليس بالكونفوليوشن لا هو بالأترس، فعلا كده، وبعدين ده ككورس بروجكت مظبوط، وده المطلوب منك في خلال الشهرين الجايين. ما أنا بتكلم عشان لو الوقت الدنيا يعني ما اشتغلتش لا لا قوي، معاكي على حق، الأقل خلصت مايل ستون الأولانية دي الكورس بروجكت، وممكن أبقى أكمل عليه صح البروجكت بتاعتي، مش مظبوط مشكلة تمام. يعني. هو ده بالنسبه لكورس بروجكت مظبوط. هي طبعا هي الحاجه اللي هي واضحه جدا كانت بالنسبه لنا في السلايد الاولانيه او في السلايد الثانيه، ان ديفينتلي موضوع السكيل بيفرق كتير جدا. يعني مثلا الفيتشرز بيبقى موجوده على ليفلز مختلفه قوي، في فيتشرز على قد باب العربيه، وفي فيتشرز تانية على قد العربيه كلها، وفي فيتشرز ثالثه على قد العربيه فوق الطريق، وفي فيتشر رابعه على قد ان ده طريق وعربيات ورود ساينز والكلام ده. لو احنا في مساله كلاسيفيكيشن بنقعد نعمل كونفوليوشن 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 ونوصل لحد اصغر ليفل تحت، وبعد كده بندخل الكلام ده على فولي كونفوليوشن لايرز او فولي كونكتد لايرز او اي وات ايفر كلاسيفايرز، وبنطلع نتائج. في مساله السيجمنتيشن انا يهمني بصراحه الليبل بتاع بيكسل بيكسل، مش الليبل بتاع الصوره كلها على بعضها. فعشان كده في معظم الاحيان بيكون مهم ان انا منتين الفيتشرز الاكستراكتد في اول النتورك. يعني مثلا واضحه جدا في اليو نت ان هو بياخد سكيب كونكشنز من اللايرز الاولانيه خالص، واضحه جدا هنا في السكيب كونكشنز اللي هو واخدها ناحيه الشمال، واضحه جدا ان هو هنا بيعمل يقعد اللي هي البلوكات الحمراء دي بيروح يحطها مع جنب البلوكات السوداء وهو طالع، فبياخد حاجات من الفيتشرز رجعها هنا، ونفس الكلام في كل النتورك دي. في الهاي ريزوليوشن والاتش ار نت بيفضل ماسك الهاي ريزوليوشن ايمج معايا لحد الاخر. طيب الموضوع بقى ده الكومبلكس بتاعته عاليه جدا، ان انا افضل ماسك الصوره الكبيره دي لحد اخر دقيقه، ده الكومبلكس بتاعته عاليه. فهو الفكره بقى ايه، ان انا ممكن اعمل كونفوليوشن علشان اداون سكيل الصور، فده يخليني اقدر احط لايرز اكتر واترين اكتر واتعلم حاجات انترستنج اكتر. وموضوع الكونفوليوشن ده بقى ايه، كان فكره الاتروس كونفوليوشن دي فكره ظريفه جدا، انه يقدر بنفس الكونفوليوشن سايز هو الكيرنل 3 في 3 بس يحطه يوبريت على ديفرنت دايليشن ريتس، فيها كانه شاف حاجات اكبر من الصوره. وعشان كده مثلا موضوع البيراميدز ده شفناه في بيراميد اتنشن سيمانتيك سيجمنتيشن، كان في واحده قبلها برضو كانت هنا اظن، البيراميد بولينج البي اس بي نت. فموضوع البيراميد ده اللي هو ايه، ان هو محتاج ياخد كل الفيتشرز من الديفرنت سكيلز اللي هو شافها اثناء وقت التريننج، فدي حتى انترستنج يعني. فيعني انا ما عنديش مشاكل بالنسبه للكورس بروجكت البروبوزال بتاعك، بس افضل تكتبه لنا اوضح شويه. الداتا سيت بتاعتك هل هترمي على كوكو؟ ما ده برضه نفس السؤال اللي كنت بقوله لمحمد عبد الرحيم من شويه صغيرين، ان كوكو يعني احتمال كبير تبقى بوتل نيك بالنسبه لنا على كولاب، احتمال.
فانت كنت ناوي تتريني على ايه يا باشمهندسه ساره؟ باسكال. اه لو باسكال اظن ما فيهاش مشكله، ان شاء الله هتشتغل على كولاب اي هوب، يعني هي ما فيهاش صور كتيره فهتشتغل. هو ممكن في المايلستون الأولانية إن أنا أشتغل على باسكال، بس بعد كده أنا لو أنا هشتغل على بروبلم كاونتينج فهشتغل ساعتها على الداتا سيستم بتوع الكاونتينج الاساس يعني. بتاعتك، والداتا سيستم بتاعتك مش كبيره برضو، بس بسالتك مش اكبر واحد قشطة، تقريبا أنا أرفعها على درايف أصلا، اللي هي ما فيهاش حاجه. شنغهاي شغال عليها على درايف عندي. طيب جميل جدا، شكرا جدا يا باشمهندسه ساره. هل عندك حاجه عايزه تضيفيها؟ حد من الاودينس عنده اي كومنت، اي حاجه يساعد بيها يا باشمهندسه ساره يعمل حاجه احسن؟ وانا ده هو سؤال، مش يعني مش كومنت، هو ده سؤال بس عندي عامة. يعني اوكي. هو الفكرة في اليونت هي بتأتشيف حاجة قريبة من state of the art، بس في الميديكال imaging بس. والفكرة برضو في اليونت انها ما بتحتاجش داتا كتير. فانا يعني ليه بقى اليونت مش بت generalize لداتا سيتس تانية غير بتاعة الميديكال؟ ما هو انت ممكن تستعملها في اي حاجه تانية، بس هو ما بتاخدش الادفانتج بتاعتها. الادفانتج بتاعتها انها بتشتغل على ديفرنت اللي هي الايمجز اللي هي ويز لو كواليتيز، زي الايمج اللي بتبقى جايه من الاشعه بصفه عامه بتبقى لو كواليتي، ما هياش صوره بقى ار جي بي والقطه باينه والشجر العمود بتاعها باين والكلام ده كله. فانت الفيتشرز اللي انت بتطلعها موست اوف ذا تايم، موست اوف ذا تايم بتكون اباوت لو ليفل فيتشرز، يعني ما فيش حاجه اكبر من كده اساسا. يعني هو ما فيش حاجه اكبر من اللو ليفل فيتشرز، فهي مناسبه في المساله دي. في اللو كواليتي ايمج واللو ليفل فيتشرز بتكون مناسبه. لو الدنيا عندك مور ريتش، مور ريتش، فانت بتفقد بقى الفايده بتاعتها دي اساسا. فانت تقدر لو الدنيا عندك مور ريتش، يعني عندك اوبجكتس كتير بالوان كتير بكلاسيفيكيشنز كتير بصور كتير، فما بقتش مفيده ليك، يعني ما بقتش تبقى، فاهمني؟ تمام. اوكي. اوكي، ايه كمان؟ نشوف مين اللي عليه الدور. اظن اسماعيل يماني. موجود يا دكتور هاشم دلوقتي، شايفين كده السكرين بتاعتي؟ بس كبر يعني، اعمل الكنترول باص كده كام مرة، كده مرتين ولا حاجة. واحدة كمان كده، واحدة كمان، بس تمام يعني. تمام. وانا يعني mainly كان اللي هو اول 2 points دي، انا كنت شغال قبل كده مع عبد الرحمن ومع دكتور مروان في مسألة visualization. الفيجواليزيشن دي بنعمل ايه؟ بنعمل احنا بيبقى عندنا الكلاسيفيكيشن بتاعنا، وعايزين نعرف ايه البيكسلز اللي تريجرت الكلاسيفيكيشن ده. فكنا فكرنا برضو ان احنا نعمل interactive segmentation يعني مع الفيجواليزيشن. بمعنى ازاي؟ ان احنا ناخد الفيجواليزيشن بتاعنا ونخليها كأنه هو يعني ده الكونتور بتاع الاوبجكت اللي احنا عايزين نعمله segmentation، وهو يعمل segmentation. فدي كانت أول فكرة فكرت فيها إن احنا أكمل على الشغل القديم، فاللي هو نعمل interactive segmentation using ال visualization بتاعنا. بس المشاكل بتاعتها يعني ممكن تحصل لو ال visualization بتاعته، ال visualization اللي طالع يعني مش طالع كويس، عشان هو يعني بيبقى عادة أو هو على طول يعني بيعتمد على الموديل بتاع الكلاسيفيكيشن. لو الموديل وحش فالفيجواليزيشن هيطلع وحش، لو الموديل كويس. خليني اقول لك حاجه يا اسماعيل، بس عشان قبل ما تقول حاجه زياده دلوقتي، لو المساله بتاعتك في السيت اب بتاع الانتراكتيف سيجمنتيشن، فانت من حقك في اي لحظه من اللحظات انك تحط ستروك على الاوبجكت اوف انترست علشان تجايد السيجمنتيشن تاني الاول وجديد، كويس؟ تمام. فانت يعني ايه يعني، حتى لو الاكتيفيشن ما كانش كويس، حتى لو الاكتيفيشن ما كانش كويس، فاستيل انت عندك طريقه ما. فكر بقى، عايزين نفكر ايه اللي نقدر استفاده. ولو انا معايا الاوبشن ان انا اقدر ابوت ستروك على الشاشه على البوزيشن اللي انا متوقع ان فيه الاوبجكت، او ممكن يقلل عدد الستروكس بس يعني لو ايوه بالظبط كده. فهو فعلا ده الميجر اللي بيقيسوا بيه هاو كواليتي، الكواليتي بتاعت الانتراكتيف ايمج سيجمنتيشن تاسك. في العاده بتكون هي كده، بيقول لك انا محتاج على الداتا سيت الفلانيه دي اون ذا افريج 5.3 ستروكس علشان اسيجمنت الفور جراوند عن الباك جراوند باكيورسي اكتر
من 95% اي او يو مثلا، يعني انا بقول اي رقم يعني، بس هو يعني مش لازم 95% اي، ممكن 80% اي او يو حسب مسالتك. فهو الاوبجكتيف بتاعه هل الفيجواليزيشن تكنيك اللي انت عامله ده يساعدك تقلل الستروك ولا لا؟ لو قلل لك عدد الستروكس او عدد اليوزر انترفينشنز في وسط البروبلم يبقى انت كده الالجوريزم بتاعك وورثي، لو ما قللش فمش بقى مش وورثي. فهمت قصدي؟ تمام. فاحنا ممكن دلوقتي نفكر في مسالتك دي لو انت عايز تربطها بالانتراكتيف ايمج سيجمنتيشن، ان انت عايز تشوف الفيتشرز اكستراكتد بطريقه الفيجواليزيشن بتاعتك دي يوزنج كلاس اكتيفيشن مابس، هاو تو كومباين ذيس ويز اليوزر انترفينشنز اللي هي على شكل ستروكس، بحيث ان انا اقلل عدد الستروكس اون ذا افريج على سم داتا سيت which is a very good course project. ده لو انت عملت حاجه شبه كده ككورس بروجكت ده حلو جدا. بس هي الفكره بقى دلوقتي ان الشغل ده كان شيرد بينك وبين عبد الرحمن، فهي ده التريك يعني. فلو احنا قررنا ان انتوا تشتغلوا مع بعض فده هيبقى صغير قوي يعني، لو احنا قلنا ان ممكن نسمح ان اتنين يشتغلوا مع بعض ويبقى ده كورس بروجكت، فا اي ثينك ان ده هيبقى شغل شهر لو اتنين شغالين فيه، هيبقى شغل شهر واحد مش شغل شهرين. ده معناه ان انتوا لازم تختاروا بروبلم تانية تشتغلوا فيها علشان تاخدوا الكورس بروجكت بتاعكم يتقسم على مسالتين. تمام. يعني محتاج بقى ديسكاس مع صديقك الصدوق. حاضر حاضر. كله بعد فلوسك. بعد الميتنج مش لازم دلوقتي يعني، ممكن بس فكر يعني الكلام ده. انا بقول لو هو عايز ياخد الفكره بتاعتنا كله بفلوسه يعني مفيش مشاكل. كله بفلوسه هيشيل اسمك من على البيبر بفلوسه. انا موافق. يعني فلوس اهم من البيبر. مرتب ومرتب شهر وشوكولاتايا جالاكسي. بالظبط. لا لا ديسكشن مع بعض، بس انتوا اهم حاجه ما يبقاش القرارات ايه فرديه، عشان الحته دي انتوا مشتركين فيها من زمان يعني، ممكن يكون حاجه كويسه مع بعض فيها يعني. ايوه. النقطه الثانيه يا اسماعيل، الثانيه وانا شغال على حاجه اسمها بنشتغل على فندس ايمجز، بنعمل كلاسيفيكيشن للفندس ايمجز، في بروبلم تبقى بتظهر للناس اللي عندها سكر في العين، فبنعمل لها كلاسيفيكيشن، هما 5 ليفلز من 0 ل 4، فدي مسألة كلاسيفيكيشن. في نفس الوقت بيبقى فيها ليجنز، فاحنا ممكن نعمل سيجمنتيشن ليجنز دي. المشكله بقى في السيجمنتيشن ان الداتا سيت الافيلبل للسيجمنتيشن اللي انا عارفها صغيره جدا، يعني 54 للتريننج و27 تيست. فدي كلام مش دقيق يا اسماعيل، في اكبر من كده؟ ما هي الداتا سيت اللي كانت شيرين عامل لنا برزنتيشن عليها في السنتر كانت فيها 1600 صوره انا فاكر. اصل دورت لما دورت على نفس الداتا سيت لقيت 54، فانا مش عارف ممكن ابقى في داتا سيت كانت شيرين عامل لنا برزنتيشن عليها اللي هي كانت بتاعت الجروب بتاع ابو ظبي دول. ممكن كانوا عاملين بيكسل ليفل سيجمنتيشن على 1600 صوره انا فاكر. تمام، دي سيت ثانيه ما عملتهاش. ببص عليها كده واي ثينك ان هي داتا سيت يعني شيرين اوريدي جابتها يعني عشان الكورس بروجكت، هتتفاهموا مع بعض مين هيشتغل عليها. تمام. فكره برضو الداتا سيت برضو حتى لو 1100 فده بالنسبه للسيجمنتيشن صغيره جدا برضو يعني مقارنه، صغيره جدا ولا حاجه. اليونتس بتشتغل على 500 صوره كويس بجد. طيب وانا فكرت انت عايز تعمل جنز عليها عشان يبقى مختلف عن بقيه الناس، عايز تعمل الجنز عشان جينات الداتا، وفي اللي هو زي البيبر اللي انا كنت قريتها دي اللي كان بيستخدم ان ليبل داتا او الليبل داتا على الايمج ليفل مش على البيكسل ليفل عشان يستخدمها كسيمي سوبرفايز او ليكي سوبرفايز ليرنينج يعني. فانا فكرت برضه ممكن استخدم يعني نفس الفكره يعني بس على الدي ار يعني مش الفندس. يعني قصدك ان كاج اللي هي دي الديتا الليبلد على الايمج، ايوه، والحاجات يعني الداتا سيت الثانيه الليبلد على البيكسل ليفل دي على استخدامك اللي هو الترو ليبل يعني بتاعك. ممكن بس ازود حاجه يعني، حاجه كنت بفكر فيها كده اكيد اهو. وانا كنت بفكر لما كنت بدور يعني ممكن نستخدم السيجمنتيشن ان هو يجايد الجنس، بس ما كنتش عارف حاجه زي كده ممكن تتعمل ازاي يعني. ف دي احنا لقيناها اوريدي في بيبر فعلا والكلام ده مظبوط جدا. وتاني حاجه كنت برضو لقيت بيبرز بتعمل حاجه اسمها، معلش ما سمعتكش محمد، بس كنت بديسكاس حاجه مهمه جدا في مكان تاني. قول لي كنت بتقول ايه اللي لقيته، ايه الجينز تعمل ايه في السيجمنتيشن؟ السيجمنتيشن ايه في الجينز؟ بتجايد الجينز.
يعني دي سيجمنتيشن بيجايد الجينز مثلا، او لو انت ممكن تعمل الجينز ميزتها انها بتاكسبت ديفرنت لوسز، يعني انت دلوقتي ممكن مثلا تقول ان انا هحط حاجه اسمها كروس انتروبي لوس، حاجه اسمها ريكونستراكشن لوس، حاجه اسمها سيمانتيك سيجمنتيشن لوس، عادي يعني ذات يعني كل ده كويس. كمل بقى. في حاجه تانية وانا بدور، يعني في حاجه اسمها، يعني لقيت ان هم بيعملوا نيورال نتوركس بحاجه اسمها نيورال اركتكتشر سيرش. المهم النيورال نتوركس دي يعني هدفها انها تكون افيشنت جدا في السيجمنتيشن، فبرضه فكره ان ممكن نكومباين الموضوع النيورال اركتكتشر سيرش مع النولج ديستليشن ده. هو فكره النولج ديستليشن على فكره بدات تبوست اليومين اللي جايين دول، ومن بقالها فتره كده بدات تعلى، يعني رغم ان هي نازله من 2016 او 17 يعني، بس الناس حاليا كتير بقوا يركزوا عليها، فهتبقى فرصه نركز عليها قبل ما يبقى بعد كده تبقى ليت. يعني هي ميعادها دلوقتي، لو حد عايز يشتغل بنولج ديستليشن فده ميعادها حاليا، ده الميعاد المناسب. زي ما الجين كده اخذت هايب كبيره ولسه شغاله، النولج ديستليشن ده ميعاد الهايب بتاعها كده، يعني الدنيا ماشيه في الاتجاه ده شويه، لان هو الناس عايزين حاجات مور افيشنت وحاجات مور ريل تايم وحاجات بيرفورمانس تبقى سريعه، فالنولج ديستليشن بتقوم ات ذيس بوينت. بس ماشي يا محمد، شكرا على الاضافه الجميله دي، يعني جميل. عايز تقول بقى انت يا عبد الرحمن؟ قطعتك انت. انا لا لا خالص، انا بقول بس ان احنا اوريدي لقينا بيبر فعلا بتستخدم السيجمنتيشن في ان هو يطلع يعني في الجانز، ان هو فعلا يجايد الجانز، فكنت بقول لمحمد فعلا الكلام ده مظبوط جدا يعني. ما محمد برضو مش سهل برضو عبد الرحمن، يعني محمد فاهم كلام غلط ولا ايه؟ تقريبا دكتور هو اللي كتب اسمه فيها، بس هو كان كاتب يعني اسمه في النص الاوثرز، فاحنا ما خدناش ما بالنا. خلناش بالنا صح؟ اه يلا خير، تمام، كمل يا اسماعيل. وثالث حاجه كنت عايز، انا لما عرفت يعني نولج ديستريشن عبد الرحمن اتكلم عليها الاسبوع اللي فات، كانت يعني الفكره برضو اللي هو عجبتني، بس انا لما دورت عليها لقيته بتستخدم في ريل تايم ابلكيشن وعشان ينهانسوا كلاسيفيكيشن، فانا كنت عايز اعرف يعني مثلا ممكن يستخدمها ازاي في الايمج سيجمنتيشن يعني غير الحاجتين دول. والله احنا الايمج سيجمنتيشن ساعات كتير بيكون عندك بري تريند مودلز بتكون فيري هيفي مودلز، و فانت عشان مش عايز تترين الهيفي مودلز دول، عايز تترين مودل صغير شويه، فانت بتستعمل التريننج التيتشنج نتورك دي انها تجايد التريننج بتاع الستودنت نتورك، بحيث ان انت في الاخر خالص التريننج بتاعك يتعمل على نتورك صغيره بروبلم سبيسيفيك ويطلع نتائج في وقت قليل. ده الهدف. يعني زي ما انا قلت لكم قبل كده موضوع البيرت والديستلد بيرت، عارفين سمعتوا عن بيرت؟ بيرت ده ستيت اوف ذا ارت موديل في التكست بقى، بروبلمز كلاسيفيكيشن والكويستشن انسرنج والكويستشن سيميلاريتي والانفورميشن اكستراكشن، كل المسائل المعتمده بدرجه كبيره على حاجات شبه البيرت دلوقتي اللي هو ترانسفورمرز. ده اللي كان محمد عبد الرحيم عايز يقول لنا عليه، موضوع ترانسفورمرز، عايزين يخلوا الفيجن كلها ترانسفورمر. هي اصلا الترانسفورمر جاي من الاتنشن اللي هو كان انتروديوسد في البيبر بتاعت attention is all what you need اللي هي كانت نازله في كونفرنس بتاع فيجن اساسا يعني. بس بصرف النظر يعني، فهم عايزين بقى عشان هي عملت نجاح كبير جدا في البتاع في ال NLP، فعايزين يقولوا طب الفكره دي بقى هياخدوا اي حاجه كانت شغاله بالكونفوليوشن يعملوها بترانسفورمر. ده ترند يعني موجود دلوقتي. بس انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده ليه عشان في كذا فيرجن من بيرت ده فيري هيفي، وان هو يحصل له تريننج ده مستحيل، مفيش حد فينا يقدر يترين بيرت فروم سكراتش على اي ماشين يقدر يوصل له. فاللي بيحصل في الاخر ان احنا كل اللي بنعمله انا باخد البيز موديل او بتاع البيرت واروح اعمل فاين تيونينج على التاسك بتاعتي، على المسألة بقى سواء كانت تكست كلاسيفيكيشن سواء كانت اي مساله من المسائل، بروح افاين تيون الموديل والبارامترز بتاعته. طب الموديل والبارامترز بتاعته دي جت منين؟ جت من جوجل. جوجل عملوا موديل جبار كده بيجي له انبوت عدد هلامي من التكست باسجز والكلام ده كله، مش افيلبل، هما مش بيريليزوا الداتا سيت اللي هم عاملها تريننج للبارامترز بتاعتهم. بس في موديل تاني بقى اخف شويه اللي هو ديستلت بيرت، ده اللي هو ايه، انت تقدر بنتورك صغيره اضعف بكتير من نتورك من ناحيه الكومبلكسيتي بتاع بيرت الاصلي، ان هو يميمك البرفورمانس بتاع النتورك الاصليه يعني. وحاجه انترستنج جدا بقى ان ساعات بيكون ده في بعض التاسكس بيكون احسن في الكواليتي يعني من ناحيه الريزلتس. هو احنا ممكن ناخد بقى موديل معقد بري تريند موديل جامد احسن حاجه، نروح نجيب احسن واحد في التيبل اللي كنا شفناه في الريزلتس المحاضره اللي فاتت، حد كان بيورينا الجدول اللي فيه نتائج،
نشوف نجيب اعقد موديل واقوى موديل والسترونجست موديل ونستعمله ك تيتشر نتورك، وندور على موديل تاني ضعيف او احنا نخترع موديل نحط فيه اللي احنا عايزينه، سواء بقى اتنشن بفيجواليزيشن باي حاجه، ونحاول نخلي الموديل الضعيف ده هو الستودنت نتورك تعلم تعمل زي التيتشر نتورك اللي هي كانت اكستريملي سترونج يعني. تمام ماشي دكتور. ماشي دكتور، بس انا عايز افهم حاجه، هو الموديل اللي هو الجامد جدا ده احنا بنستخدمه عشان نجنريت داتا يترين عليها الموديل الصغير يعني ولا لا؟ لا، له نفس الداتا اللي انت عندك، انت عندك some amount of data available for training اللي هي مش comparable خالص للداتا اللي كانت مستعمله في الموديل الكبير بتاع بري ترين. زي مثلا على سبيل المثال عندنا في الفيجن عندنا ايمج نت، ايمج نت دي فيها millions of images صح؟ تمام. فيها thousands of classes، هل انت تقدر تروح تعمل تريننج على ايمج نت from scratch؟ لا ما تقدرش، انت في داخل بتاخد بري ترين موديل وتفاين تيون على البروبلم بتاعتك صح كده؟ بالظبط. او بتاخد باك بون نتورك فيها كل البارامترز موجوده وبعد كده تقعد تريت عليها لحد ما تظبطها على البروبلم بتاعتك، يعني في الاخر خالص الموضوع كله فاين تيونينج. التيتشر نت بتعمل ايه؟ بتعمل تقول لك ادي الموديل بتاعي اللي هو بري تريند على التاسك دي بتاعت ايمج نت كويس، انا لو دخلت له الصوره دي النص بيطلع كذا، وانت لو دخلت للنتورك بتاعتك انت النص بيطلع حاجه ثانيه، يطلع رقم اوحش او احسن وتبقى. اللي بيحصل ايه؟ ان النتورك بتاعتك دي مطلوب اللي هي سمول، مطلوب منها تتعلم ازاي تطلع لوس زي اللي فوق، كانه بيرجريس على اللوس او كانه بدل ما هو يعني اللوس بتاع الموديل الاولاني، الفرق ما بين الاثنين لوسز ده لوس في الموديل الثاني صح؟ الله ينور عليك اكزاكتلي exactly. او حاجه قريبه جدا. شكرا دكتور. طبعا فاضل بقى عبد الرحمن واحمد. عبد الرحمن اتفضل. طيب تمام. انا هو طبعا هيحاول يوطي صوته اكتر عشان اقول له علي صوتك. لازم يا دكتور، ما بقدرش لازم اسمعها على دي واحده بس عشان اجهز الحاجه اقول دي كذا. طيب هو انا عندي فكرتين يعني حاسس ان في احسن، بس ممكن نبدا نشوف يعني. اوكي انت عامل شيرنج؟ لا لسه. تمام حضرتك شايف كده؟ وريني كده. شايف اتفضل. طيب تمام. طيب هو البروبلم الاولانيه اللي يعني كانت عجبتني شويه، ان في بروبلم اللي في بروبلم بتاعه البوز استيميشن. تمام. و على فكره ما عملتليش شيرنج بتاع ده، طلبت اكسس له بجد. يبقى طب والتاني اكسس عليه، والتاني وصل لحضرتك عادي ولا ده بس؟ في واحد وصل بتاع الكروس تاسك ده وصل، بس اللي ده ما وصلش. اوكي طيب ماشي خلاص هظبطها يعني. طيب حبيت هحرك دلوقتي. المهم المهم يعني فهي البروبلم كان في بروبلم بتاعت البوز استيميشن. تمام. فالبوز استيميشن بفكره ان لو واحد في الصوره يقدر هو يعمل سيجمنتيشن ويطلع ايه اللي هو زي الستيك فيجر بتاعه او السكيلتون بتاعه. تمام. بالجوينتس والحاجات دي. تمام. فدي بروبلم سيجمنتيشن. فمن قريب جدا بقى كمان في ناس بدات تشوف حاجه اسمها بوز استيميشن. دي اسمها ايه؟ ايه ده؟ دي بوز استيميشن. البوز استيميشن ما هياش بوز سيجمنتيشن. البوز استيميشن امال يعني ايه بوز سيجمنتيشن؟ انا مش فاهم ايه بوز سيجمنتيشن. انا قصدي ان هو يطلع الستيك فيجر بتاع الشخص الجوينت. مش بوز استيميشن يعني ليه بنسميها سيجمنتيشن؟ انا قصدي ان هي محتاجين سيجمنتيشن فيها يعني عشان يطلع محتاج سيجمنتيشن فيها عشان اطلع الستيك فيجر. اشرح بس اشرح كده عشان انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. هو لا هو اللي جاي بعد كده ان احنا يعني الفكره بتاعتي ان انا طيب هو الفكره بتاعتي ايه؟ ان اللي هو الفكره ان هو بيديله في يعني بيبر قريته من قريب او بوستاري من قريب كانت 2019 سي في ار او اي سي سي بي حاجه كده. المهم يعني الفكره ان هو بيدخل له حاجه اسمها كونديشن ايمج. تمام. ويدخل له حاجه اسمها كونديشن بوز. كونديشن بوز ده اللي هو السيجمنتيشن او مش هقول بس سيجمنتيشن، هقول البوز بتاع الشخص ده. تمام. وبعد كده حاجه اسمها تارجت بوز. تمام. وبعد كده بيكومباين الاثنين مع بعض ويطلع ايه؟ يجنريت صوره جديده. كويس. ف
فهي اوريدي ده الكود بتاعه موجود والكلام ده. انا كنت بصراحه اللي انا فكر فيه ان انا كنت عايز اعمل سيجمنتيشن موديول، تمام، ان انا اجنريت التارجت بوز من اي صوره تجيلي. التارجت بوز من ايه؟ من اي صوره، اي صوره اي حد تاني يعني. انا في الاخر ان انا ادخل له الصوره دي، تمام، يعني انا عايز الموديل بتاعي في الاخر يبقى عامل ازاي، ان انا ادخل له الصوره دي بالبوز بتاعها، تمام، وبعد كده ادخل صوره بني ادم عادي، مش يعني اي بني ادم عادي، والسيجمنتيشن بتاعي يعني او النتورك بتاعتي السب موديول بتاعي يطلع لي ايه البوز بتاع البني ادم التاني ده، وده يبقى التارجت بوز بتاعي. مش معقول يا عبد الرحمن، كانت البريزنتيشن بتاعتك كانت بتاخد ايه بص ازاي؟ انا مش قادر افهم اي حاجه وانت بتقوله. خلاص بقى دكتور، ما انا خدت الجايزه، ف انت متواطئ معاهم وعمال يدوك ايه بلس وانت مش عارف تتكلم اصلا. ليه بس؟ هو دلوقتي دي بيبر اوريدي اتعملت، تمام، اتعملت من قريب جدا في سي في او سي في ار، تمام. فهو الهدف منها ان هو الراجل ده اللي قدامنا ده، تمام، تمام، الراجل ده بيدخل على النتورك دي، تمام، وبيدخل معاه البوز بتاعه، كويس، وبيدخل حاجه اسمها تارجت بوز غير البوز بتاعه، ماشي. وهو في الاخر النتورك دي بتحاول تطلع الراجل نفس الراجل ده، تمام، بس بالتارجت بوز مش ليه؟ بالكون. ليه؟ ليه؟ اه ليه ليه مثلا ليه ايه الاوبجكتيف يعني؟ هو ده مفيد جدا في الاوجمانتد رياليتي والفي ار وكده، ان هو بيخلي الراجل يعمل اي حاجه. هما كمان بدأوا يعملوه في الفيديو كمان، ان هو مثلا يخلي الراجل ده رايح يسلم على حد مثلا وهو عمره ما عمل كده. طيب ماشي، وبعدين انت عايز تم بقى ايه؟ انا مش هو ده اللي داخل ده اوريدي عنده، دي داتا اوريدي جاهزه، تمام. انا كنت عايز اعمل سيجمنتيشن موديول هو اللي يطلع الحاجات دي، مش ان يبقى جاهز. حضرتك فاهم قصدي؟ يعني في الاخر يبقى اللي داخل للموديل الراجل ده وراجل تاني خالص، تمام، وعندي الموديل بتاعي يعني او السب موديل بتاعي هو اللي بي اوتبوت الكلام ده، بي اوتبوت الكونديشن بوز والتارجت بوز. طيب الموديل بتاعك بي اوتبوت التارجت بوز والكونديشن بوز، ايه بقى ده؟ ايه لازمه الراجل التاني؟ الراجل التاني هو اللي هطلع منه التارجت بوز. اه يعني عندك مش لازم يكون نفس الراجل قصدك، لا اي لا لا خالص. لا، يبقى راجل تاني خالص، يبقى اي حد اصلا، حد بقى بيرقص، حد بيعمل اي حاجة، حد هو غالبا مش هيرقص يعني، بس حد واقف بالجنب بالعكس اي حاجة، كأني ان انا بترانسفر البوز يعني. عبد الرحمن اللي انا فهمته مثلا ان انا لو عندي صورة لويل سميث بيجري انت عايز تطلع صورة لانا بجري صح؟ طبعا، وانا غالبا هعمل عكس، بس ايه بالظبط ده اللي هعمله ان انا هخلي بالظبط هخليك انت بتجري بيزد على البوز بتاع ويل سميث. يعني انا ممكن كمان لو هو يعني حاجة زي كده. انا مش موافق على الفكرة دي، ما غير عشان كده انا بدور على الصورة. بس هي يعني انا جبت الراجل ده بالعافية يا دكتور، كلهم اصلا كده. انت عامل لك ايه انا بقى؟ وانا اظن عبد الرحمن هو اللي انا فهمته ان هيبقى في صورة مثلا الراجل ده واقف وعنده كونديشن بوز وعنده تارجت بوز، او التارجت بوز ده اللي هو بيدخله، ويبقى عنده صورة مثلا عبد الرحمن واقف بظهره وعايز يخلي عبد الرحمن يقف بالتارجت بوز المفروض يقف فيه، حاجة كده يعني. ده مظبوط يا اسفه، ده كلام ماشي، مظبوط الله ينور، شكرا. ماشي، وايه يعني. تاني؟ في الاخر ويل سميث هيمثل في الفيلم وانت هتحطني مكانه وبعمل نفس الحركات بالظبط. هو في كده بجد يعني، هو فعلا في حد كان عامل ديمو كده يعني. هو بصراحة الديمو اللي كان معمول يعني ان هو دكتور في جامعة بيركلي هو اللي كان عامل البيبر يعني، عامل نفسه بيرقص باليه وهو اصلا يعني، وطبعا الباليه ده جاي من شخص تاني خالص. لا ماليش دعوة بالرأس والمسخرة دي، استغفر الله، مفيش الكلام ده.
والله انا كنت عارف ده، انا حتى جبت الراجل ده بالعافيه يا دكتور، ده كل الحاجات كده اصلا. بس طيب، يعني مش عارف اقول لك ايه، خلي عندك ذوق يا عبد الرحمن يعني. ما اصل انا بصراحه انا عجبتني البروبلم نفسها يعني، مش ال... يعني احنا ممكن بقى مثلا نعمل له مثلا التارجت بوز ان هو بيقرا مثلا قران مثلا، او حضرتك فاهم يعني، نحارب بقى ال 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 لا وليه اصلا المسألة دي ملهاش لازمة، خش في مسألة تانية. بس مسلية يعني، حضرتك متخيل ال... مسلية، ليها اه اعملها مسلية، بوتنشال اعملها ليها في كورس تاني. بص هقول لك حاجة، دكتور محمد اسماعيل بينزل كورس كل ترم كل سنة اسمه دايركتد ريدنج في الكمبيوتر فيجن. دكتور يعني لو صدقي. قلت له الكورس بروجكت ده ما اظنش ان هو هيمنع يعني حاجة اصلا. طيب ماشي. الفكرة التانية اللي جات لي هي بيزد على نولج ديستليشن، تمام. في حاجة اسمها عشان بس ما جبت اسمها صح، حاجة اسمها نولج ديستليشن فور مالتي تاسك ليرنينج، تمام. فالفكرة في ايه؟ الفكرة ان انا بيبقى عندي اتنين نتورك مثلا، واحدة مثلا بيزيكلي بتحاول تحسب الدبث، تمام، وواحدة بتحاول تحسب السيجمنتيشن، كويس. وهو بقى الفكره في ايه؟ الفكره ان بيدائي بيحاول يدور، او هو مش بيدور، هو فعلا بيطلع النولج من السيجمنتيشن، تمام، والنولج بتاعه الدبث، تمام، وبيفيد الحاجه يعني من ناحيتين، حضرتك فاهم قصدي؟ فالنتورك بتاع السيجمنتيشن، تمام، بتساعد النتورك بتاعه الدبث ان هي تطلع ريزلتس احسن، والنتورك بتاعه الدبث بتساعد النتورك بتاعه السيجمنتيشن ان هي برضو تطلع ريزلتس احسن، حضرتك فاهم قصدي؟ ايوه فاهم ماشي. فانا كنت بفكر اعمل كده في الدي ار، ازاي بقى؟ ان انا يبقى عندي نتورك سيجمنتيشن ونتورك كلاسيفيكيشن، تمام. بس ده برضو يعني هيبقى بناء عليه، هحتاج ان انا ما يبقاش يعني انا هل انا عندي، نعم حضرتك قلت حاجه. طيب يعني الفكره ان انا هيبقى عندي في كلاسيفيكيشن كده، ما مش عارف بقى هل كل صور السيجمنتيشن في الدي ار لازم يبقى الشخص ده عنده دي ار يعني، ولا ممكن هو يبقى فيه سيجمنتيشن يعني، حضرتك فاهم قصدي؟ لازم المشكله في الداتا حاليا يعني. لا هو احنا المشكلة احنا we cannot assume ان انا عندي enough training data لل segmentation في الدي ار، هي اقصى حاجة ال 1600 صورة دول. ده مظبوط، ده مظبوط. مش عارف بقى هل ازاي، هل في طريقة ان انا احاول اميكس ال unsupervised في الموضوع بشكل ان انا اتغلب على حوار الداتا دي؟ بس لسه بصراحة ما دورتش. هو معظم الحاجات اللي في الدي ار اللي انا شفتها ان هو بيبقى فعلا بيترين موديل heavily يعني، teacher ده بيبقى موديل كبير قوي، وهو بيحاول يطلع منه موديل student اصغر بنفس الاكيوسي، بس ما شفتش لا هو حاجه موضوع ان النولج تبقى شيرد بالشكل ده دي حاجه كويسه يعني، دي مش وحشه يعني. ما دي الحته الوحيده اللي عجبتني يعني. حضرتك شايف الحته دي اللي عجبتني في القش ده، عشان يعني هي دي اللي حسيت انها ممكن ايه نستفيد بيها يعني. بس هل ده نولج ديستريشن بجد باللي احنا بالمعنى اللي احنا عمالين نتكلم عليه، ولا ده اصل احنا شفنا كتير قوي مالتي تاسك ليرنينج ان السيجمنتيشن يساعد الكلاسيفيكيشن، شفناها بكذا شكل يعني، فاهم قصدي؟ شفناها بالظبط كتير. بيبروجكت فعلا هل ده الفيتشرز دي. knowledge distillation بالمعنى المفهوم، ولا هو بيستعمل الترم ده باستعمال غلط، فاهم قصدي؟ يعني هل في teacher والله ممكن. student network ولا مفيش فعلا؟ يعني هل في teacher network و student network فعلا؟ انا شايف ان هما الاثنين بيتعلموا يعني، لو هو مثلا أنا ده شايف إن هما الاتنين بيتعلموا حاجة واحدة في الآخر، فأنا عشان كده ليه ما نقولش إن عنده loss من ال depth و loss من ال segmentation والاتنين بالظبط، losses ما بيساعدوا هو بعض يتعلموا حاجة فعلا أكبر؟ ده في اللوس بتاع الدبس اهو. انا قصدي فاهم يعني، هي ليه سماها، ليه ده مش مالتي تاسك ليرنينج عادي، ليه ده سماها نولج ديستليشن يعني؟ ده السؤال بتاعي. فعلا مش عارف، بس ممكن اقرا تاني يعني. فدي دي كانت بيبر. قول يا محمد. هو انا اظن عشان عنده يعني عنده 2 مودلز تانيين كويسين في التاسك سبيسيفيك بتاعهم، وهو بيخليهم يساعدوا الموديل اللي بيعمل مالتي تاسك ليرنينج. يعني اصلا انا بيتهيألي يا محمد ان هو عنده دلوقتي موديل في النص هو ده اللي بيتعلمه، الموديل اللي على اليمين والموديل على الشمال لو هما دول تم تعلمهم سابقا عن طريق نتورك بتاعت سيجمنتيشن ونتورك تانية بتاعت ديبث، فممكن اه يبقى انا دلوقتي بيعمل مالتيبل نولج ديستريشن، يعني يسميها ان هو بيعمل نولج ديستريشن فروم كذا تيتشر نتورك مش تيتشر نتورك واحده يعني. هو اظن بيعمل كده يا دكتور، هو اعتقد كده هو فعلا. عنده 2 تيتشر وتيتشر depth.
يبقى هو عنده كذا تيتشر وعنده ستودنت نتورك واحده، وكل تيتشر بيعلم النتورك بتاعته دي ازاي تستفاد من الدب من اللص بتاعها. ماشي، لو كده ميك سنس اكتر. هي غالبا فعلا في النص دي الستودنت تمام، والاثنين دول هم التيتشر، وهو بيحاول يخلي الستودنت دي تاوتبوت السيجمنتيشن والدب. ماشي، كويس كويس، ماشي لو كده ده كويس، دي فكره كويسه فعلا. بس خد بالك برضو من حاجه، ان هو لما جاء عمل النتورك بتاعته بترجع سيجمنتيشن والدبث، ما رجعش النتورك بتاع الكلاسيفيكيشن، لان السيجمنتيشن والدبث دول بيرجعوا از فيتشر مابس زي ما انت متخيل يعني. لكن الكلاسيفيكيشن هيرجعها ازاي؟ يعني هو لو انا دلوقتي عايز اكلاسيفاي الصوره دي فيها عربيات مثلا. ده مظبوط. هو في كمان بس عادي بقى، عادي هناخد النتورك، هناخد النيورونز اللي بني دي بدل ما هي داخله على اب سامبلنج لايرز هتخش على كلاسيفيكيشن لايرز. ماشي، يعني مش مشكله، سهله يعني، ينفع يعني. تمام. هو في كمان يعني بيبر تانية، بس طبعا دي محتاجه بقى ان انا اقرا اكتر حبه حلوين. دي برضو نولج ديستليشن، دي مش فاكر سي في، دي اي سي سي في تقريبا، اي سي في 2020 تمام، بالسلف سوبرفيجن تمام. هو الفكرة في الآخر يعني، بس هي محتاجة إن أنا أقرأ أكتر شوية تمام، إن هو بيقول إن في حاجة اسمها، يعني حضرتك ممكن تقرأ معايا حتى الحتة دي، حتة صغيرة خالص. هي حضرتك شايف الحتة دي؟ حتة كبيرة شوية. هو بيقول إن يعني هو فكرة إن هو في حاجة اسمها دارك نوليدج تمام. فالدارك نوليدج دي تمام، هو لازم ان احنا نلاقي طريقه ان احنا يعني نخلي النتورك تتعلمها تمام. فالدارك نوليدج دي بتيجي حاجه اسمها سيلف سوبرفيجن تمام. هو البيبر هنا كان السيلف يعني او النوليدج ديستريشن اللي عاملاها ما بين اتنين كلاسيفيكيشن موديل تمام. بس هو بيقول ان مش بالضروره يعني، هنا ممكن يبقى فيه gradient او هي feature distribution statistics دي كانت جاية اصلا من segmentation، من paper بتاع segmentation 17. فانا ممكن explore الحتة دي اكتر تمام. بس paper دي عالت الclassification بتاع cypher اللي هو dataset بتاع cypher 100، عملت state of the art يعني، ودي لسه جديدة خالص. التيتشر هنا عباره عن ايه يا رحمن؟ هو في حاجه دلوقتي، هو التيتشر هنا الفكره ان هو بيعمل ايه، بيعمل ترانسفورميشن للصور تمام. انا مش عارف هل ده ممكن فعلا ولا لا، بس انا كنت بفكر مثلا هل لو عملنا ترانسفورميشن للسيجمنتيشن مابس تمام ودخلناها للستودنت، التيتشر هنا اللي هو الفوق النتورك اللي هو بيتعلمه سكراتش ولا متعلمه جاهز ولا جاهز ازاي؟ ما هو لسه انا بصراحه دي محتاج ان انا اكمل قرايه شويه في البيبر دي. اوكي، بس دي تاني فكره يعني فكرت فيها، اللي هي الحوار ان يبقى عندي اللي هو مالتي تاسك ليرنينج. وطبعا البوز استيشن اعتقد طيب حركة برضه اقول نفس الكلام اللي قلته عبد الرحيم، ان انت بتعقد الدنيا قوي يعني، الكلام ده مش تريفيال ان انت تشغله يعني. مش حاجه لسه نازله جديد، صعب يكون لها كود جاهز، هتضطر تكتب كل حاجه فروم سكراتش، which is I think ان انت ماشي هتقدر تعمله، بس عشان تلحق تخلص الكلام ده في شهرين وتطلع نتائج هيبقى بالنسبه لنا تحدي كبير يعني. ناخد بالنا بس يا اخوانا ان الكورس بروجكت بتاعنا مدته بحد اقصى شهرين. انا ما اقدرش يعني، النهارده شهر كام؟ 5 ديسمبر يعني، نقول 5 فبراير بالكتير، 15 فبراير ده النتائج المفروض ابدا. هو اي نعم ما حدش بيقول لنا يعني، ما حدش بيستعجلنا على النتائج، بس المفروض ان انت الكورس بروجكت يكون ديزايند على ان انت هتخلص على 15 فبراير. لو احنا ما خلصناش 15 فبراير وطلبنا اكستنشن لحد ما يقولوا لنا يلا حطوا النتائج، حرام عليكم ما حطوش نتائج ليه، ده ممكن استنى شويه لحد مثلا نص مارس. بس بصراحه الوقت مش كبير قوي يعني، ما تتخيلش ان انت عندك الكاباسيتي لو انت شغال فول تايمر في اي مكان والوقت انك تقدر تعمل الكلام ده في 3 شهور او شهرين يعني. فانت خد بالك من الكونسترين ده وما تسرحش، انا مش عايزكم تسرحوا. انا ليه اتبسطت بالفكره بتاعت باسمهندسه ساره انها مباشره وظريفه لي، انها دوب وتتعامل في خلال شهرين، وينفع تبقى مايل ستون لحاجه ثانيه قدام. نفس الكلام مع عبد الرحيم، حاولت افرمله بحيث ما يسرحش برضه. نفس الكلام بقوله لك انت واسماعيل، ان احنا عايزين حاجه في حدود شهرين تخلص يعني.
هو انا بحاول اخليها، بحاول يعني في النولج ديستريشن بحاول ادور على حاجه اوفرلاب مع الدي ار عشان الشغل يعني يبقى ايه اوفرلاب، فالموضوع يبقى احسن. كويس كويس. ما احنا دلوقتي لو احنا عايزين حاجه اوفرلاب مع الدي ار، فاحنا عندنا في الدي ار كام بروبلم؟ عندنا 3 بروبلمز: كلاسيفيكيشن وسيجمنتيشن وفيجواليزيشن. ففي الفيجواليزيشن بيطلع اكتيفيشن مابس او بيطلع هوت هيت مابس، في الكلاسيفيكيشن هترجع ليبل، في السيجمنتيشن هترجع سيمانتيك. هي سيمانتيك سيجمنتيشن بروبلم في السيجمنتيشن، ان هم كذا ليجن كذا تايب. ف هو فكرة ان انا لازم يعني ايه استخدم سيجمنتيشن، عارف فاهم قصدي؟ ف لازم يكون في سيجمنتيشن في السوليوشن. فعشان كده الفكرة الوحيدة اللي يعني اللي قلت يمكن اصل انا برضو في الاخر هدفي مش ان انا احسن السيجمنتيشن، يعني انا كنت هبقى مبسوط اكتر لو قدرت استخدم السيجمنتيشن في ان انا احسن الكلاسيفيكيشن، عارف بص فاهم هقول قصدي؟ لك حاجه، انا مقتنع دلوقتي اللي انا شايفه ان انت وعبد الله، انت واسماعيل هتشتغلوا مع بعض في البروبلم اللي اسماعيل اقترحها، وهتشتغلوا مع بعض في مساله تانية. المساله التانية دي مش يعني مش ضروري، يعني لو لقينا ان البروبلم بتاعت الفيجواليزيشن مع السيجمنتيشن اوريدي كبيره، خلاص هنكمل كده، هيبقى ده الكورس بروجكت بتاعكم انتوا الاثنين. لو لقينا ان هو الشغل يطلع يخلص في اكتر من شهر، يعني ان هو محتاج اكتر من شهر، لكن لو لقيناها صغيره ممكن تشتغلوا مع بعض عشان تزودوا بس ثروبوت، لان هي اسهل واحده، قصدي انها تكون لايقه على كورس بروجكت اللي اسماعيل قالها بصراحه الاولانيه. في حتة في دماغي ممكن تزودها شوية بحيث ان هو يعني هل دي valid اصلا ولا لا، يعني اليوزر يعني مثلا لو في صورة مثلا كذا كذا object مثلا صورة ثلاث حيوانات واحنا بنراجع heat maps يعني في الاخر من visualization، هو مثلا اليوزر يدخل مثلا كلب واحنا نرجع له الهيت ماب بتاع الكلب ونعمل فيجوال ايه يعني نعمل segmentation based عن الكلمة اليوزر مدخلها يعني او الاوبجكت اليوزر عايزه، يعني مش عارف دي valid ولا لا، يعني عايز ترجع ايه وتقول؟ يعني نعمل segmentation based عن الكلمة اليوزر اللي بيدخلها مش الاستروكس، يعني لو في كذا اوبجكت في الصورة اليوزر بيختار اوبجكت وبنرجع له ال segmentation بتاع الاوبجكت ده based عن الكلمة اللي هو مدخلها. هي مش كلمة بقى، سبب بلاش كلمة، كلمة دي معناها حاجة تانية. قصدك إن هو هيبقى عنده تشيك ليست كده يختار منهم واحد. كلاسز يعني. أصل أنا لو قلت لي الكلمة أنا ممكن أفهم بقى هتدخل حاجات فيها إن إل بي و لا 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 كلاسز. إمبيدنج ومش إمبيدنج وكده. حد قال ان البي هنا إيه السيطرة دي ناسفين يا يعني. محمد؟ ناسفين يا محمد، اسمعني صراحة انا حاسس فانا مش عارف دي انا بلد مش عايز اعطل برضو عبد الرحمن، انا شايف ان هو متحمس على موضوع النولج ديستليشن والحاجات دي، هو فانا شايف انا ان انتوا تبداوا مع بعض وتشتغلوا مع بعض في نولج ديستليشن كمان. ماشي ما عنديش بالظبط انا هحاول ادور على حاجه مور فيتنج يعني للنولج ديستليشن، بس انا بصراحه مش هدفي ان انا يعني هو في طرق ان انا احسن السيجمنتيشن بالنولج ديستليشن، بس انا هدفي ان انا بصراحه احسن الكلاسيفيكيشن بالسيجمنتيشن عن طريق النولج ديستليشن، ده بالنسبه لي مور فيتنج يعني. كويس كويس ماشي، ده انا مش معترض، بقول لك انت انا شايف تبداوا مع بعض انتوا الاثنين المساله بتاعت الفيجواليزيشن انتوا سيجمنتيشن، وبعد كده تقلبوا برضو انتوا الاثنين في المساله بالسكوب اللي انت بتتكلم فيه ده، بس اللي انت بتتكلم فيه محتاج شويه سيرش اكتر شويه من اللي انت بتقوله لا ده. هو محتاج سيرش كتير. بس هو فعلا يا دكتور دي مثلا كانت في سي في بي ار او اي سي بي دي لسه هتنزل السنه الجايه، ففعلا النولج ديستليشن عامل شغل كتير يعني عامل شغل جامد. طيب مش عارف، انا حاسس بس ان انا بقوله لك ده هو اوقع حاجه بالنسبه للكول للترم يعني. لا ما انا متفق مع حضرتك، انا متفق مع حضرتك، انا بقول لك بس حضرتك يعني بعد كده هنحاول نقلب على حاجه فيها نولج ديستليشن هنقلب على حاجه في النولج ستيشن ماشي. سون ان شاء الله، ان شاء بس الله خليك انت واسماعيل مع بعض بقى. ماشي مش هستغنى عنك عبد الرحمن، تقول ايه؟ أمري لله أمري لله يا دكتور. امرك لله، مين فيكم اللي امره لله؟ كلنا امرنا لله يا شباب، مش بلاش الكلام ده، انتوا صحاب يعني، ما طبعا لا طبعا مش برضه هنخسر يعني بعض عشان كورس بروجكت يعني. لما اشوف هيطلع ازاي يا دكتور. طيب احنا فاضل لنا دلوقتي احمد الكلاف، بس هو اختفى. احمد بعت لنا برضه بروبوزال صغير كده خفيف، انا مش متوقع ان احنا هنطول في الدسكشن بتاعته، بس هو مش موجود دلوقتي، انا مش شايفه ظاهر. ف حد فيكم معاه تليفونه يوصل له؟ تقريبا انا دي واحده
احنا عندنا اتنين ما حضروش النهارده، بسام وشيرين ما حضروش، والكلف كان بعت ايميل وكان موجود معانا بس اختفى فجأة كده، مش عارف ايه اللي حصل. انا بتصل بيه دلوقتي. دكتور قبل ما يكلمه انا عندي سؤال ملوش علاقة بالكورس، هو الكورس بتاع ال NLP هيبقى اسمه برضو دراسات موجهة في علوم الحاسب تاني ولا لا بس هيبقى ياخد رقم تاني، واخد رقم تاني مش يعني نفس انا كده الرقم. يعني كده لما اخد كورس بتاع ال NLP هبقى كده خلصت دراسة موضوع الدراسات الموجهة، ولو في 3 و4 و... لا هو احنا عندنا في حوالي 8 كورسات في اللائحة، بس احنا مش عايزينك تاخدهم كلهم كده عشان تعرف تعادلهم لما تروح دكتوراه ان شاء الله. طب دكتور ما ينفعش نخلي الكورس بتاعنا ال بي يعني حاجة، يعني حاجة تتعادل؟ مش مزاجي قوي برضه، خد بالك معايا دكتور نجوى، يعني دكتور نجوى هي ال السي ليها في الحته دي. يعني في حاجه ممكن كنت نروح عايز اقولها نستأذنها يعني، مثلا، ها نروح نستأذنها مثلا ولا يعني فيها ايه اللي دوب؟ هنحاول نشوف ايه انسب حاجه ليكم. بس طيب هو على العموم الكلاف كان بيتكلم على حتة ان هو عايز، معلش دكتور نسيت اقول لحضرتك، انا كلمت كلف دلوقتي هو فعلا النت قطع عنده، معلش انا نسيت اقول لحضرتك. طيب هو انا هقول لكم، هو كان عايز يجي خلاص، هو كان عايز يتكلم على انا مش عامل شير سكرين، شير سكرين شايفين السمري اللي كانت باشمهندس ساره عامله لنا. هو على الشمال فوق كده مكتوب حاجه اسمها ريسج ريكرنت نيورال نتورك بيزد موديل فور سيمانتك سيجمنتيشن. هو اللي هو شايفه هنا ان الجزء بتاع الاب سامبلنج ده مش اكيوريت قوي اللي في ناحيه اليمين، فهو بيفكر انه يريبليس الباث دوت بحاجه تكون فيها مور ورك، يعني هو عايز يريبليس الاب سامبلنج موديول دوت بموديول تاني. هو بقى هيعمله بقى سواء كان دي كونفوليوشن او اي حاجه شبه الكلام ده. فهو ده الاقتراح بتاع احمد، وانا ما عنديش مشاكل برضه بالنسبه له، الاقتراح بتاعه مناسب ككورس بروجكت ان احنا هو ده مختلف شويه، ده ريكيرنت نيورال نتورك بيزد موديل. تمام، خلينا بقى دلوقتي اكلمكم انا شويه. لا هو احمد ظهر ولا لسه؟ مين احمد وصل اهو تاني، فخليه هو يتكلم عن نفسه. ايوه باشمهندس احمد احنا في انتظارك. الو، ايوه يا احمد. ايوه دكتور معلش كان عندي مشكله بس. مفيش مشكله احنا في انتظارك. انا قلت لهم انت عايز تعمل اللي هو الابروش بتاع الريسج دوت، كان عنده مشكله في الجزء بتاع الاب سامبلنج ده، فانت كنت عايز تريبليسه بسام دي كونفوليوشن او سام يعني بالظبط، عايز اعمل حاجه تريفيرس الكونفوليوشن بروسيس. طيب ممكن بقى تشوف ايه الحاجات اللي ممكن تعمل، ممكن تعمل دي كونفوليوشن عادي او تعمل دي كونفوليوشن مش عارف بحاجات فانسير اكتر. يعني خلي ده بالظبط. ككورس بروجكت ده انترستنج وظريف يعني، والسكوب بتاعه معقول يعني. اهم حاجه بس هو انت هتشتغل على انهي داتا سيت، فيها كام صوره اللي هو هورس اسمها ويزمان، ويزمان ده كام صوره فيها معانا؟ احمد ولا رحت في حته؟ والله احنا عندنا مشكله فعلا ان هو الصوت بتاعه اختفى. طب دكتور ممكن اقول حاجه؟ ماشي. طب انا ممكن مثلا، هو انا عندي شويه اي حاجه فيها فيديو نحاول نبعد عنها ولا ممكن يعني، ولا ما فيش امل؟ لا هو انا ما انصحش صراحه الفيديوز، لو انت هتعمل ماجستير ما عنديش مشكله، لو هو في الماجستير اتس اوكي، بس في ده مش هينفع يعني. دكتور في حاجه في السيمانتيك كيتي، هي 20,000 فريم يعني ورا بعض، يعني قصدي ان انا فهمته منه من الـ اللي هو الموقع بتاع الداتا سيت، هي ممكن تبص لها على انها فريمز ورا بعض تقريبا. انا لا قول تاني كده.
ثانية كده هفتح الموقع بتاع سمنتك كتير، بس ممكن بعد أحمد ما يخلص عشان هو ما احمد ضايق. مشكلة عنده في الصوت مش ظاهر يعني، هو اه تقريبا، أنا مش متأكد. sequential اهي، we labeled each scan resulting in a sequence labeled data point clouds which were recorded at a rate of 10 هرتز. انا اظن انها يعني هي sequential، هي data sequential عامة يعني. انا مش عامل، شير سكرين، معلش. انا ممكن اعمل شير سكرين؟ اه اتفضل. هي دي السيمانتيك عينة، يا هما بيقولوا انها سيكوينشال. اوكي هي تنفع يعني لو حال لو حال لو لو عايزين نكستند الموضوع لفيديوز يعني، يبقى في ريكورنس ترانسفورمر او اي حاجة كده. هو انا بصراحه كنت بسال مش حاجه، عشان بس انا احنا ما عندناش يعني، او انا يعني ما عنديش اي خبره في الفيديو خالص، وعمري ما اتعاملت بيها. فبس هي فعلا لو مش هنلحق نعملها يبقى خلاص يعني. هو الحاجه اللي انا كنت بفكر اعملها يعني كفيديو كان هيبقى يعني بوز استيميشن، بس بوز استيميشن بس، مش من غير ترانسفير، من غير الترانسفير البايظ بتاعه. تمام. عشان هو حتى مستخدم بعد كده في الاكشن ريكوجنيشن عموما وكده، بس انا هعمل بوز استيميشن بس يعني. هو انا شايف دلوقتي ان هو مرجع الكالرز دي، اظن الموف ده اللي هو الرود والازرق العربيات، والاصفر ده المباني صح، ده الاخضر ده شجر صح. كويس ماشي، يعني هو دلوقتي نرجع الكالرز دي. ايه بقى قصدك بسيكوينشال ولارج سكيل وديناميك يا محمد؟ هو انا ما اعرفش دايناميك ولارج سكيل، بس سيكوينشال اظن ان هي متصوره على انها فيديو. ده تقريبا، مش متاكد يعني، محتاج اه ابص. هو مسائل السيمانتيك سيجمنتيشن اللي احنا بنحلها سو فار ما فيهاش اي تمبورال ريليشن شيب بين الفريمز وبعضها، فهو هنا بيقول لك انت ممكن تحل بما انهم يعني عاطين لك السكانز ورا بعضها، فانت ممكن تستخدم الفيتشر بتاعت التايم، يعني ده اللي هو بيقوله يعني. ماشي اوبشنال يعني، دي اوبشن لو عايز تستعملها استخدمها. ماشي، هو برضو احمد يبدو انه عنده مشكله في الصوت، فخلاص يعني ما اظنش ان في حاجه تانية محتاجين نقولها بالنسبه لاحمد. خليني احاول اتكلم معاكم شويه بقى ايه في شويه الدايركشنز اللي انا متخيل ان ممكن كانت قد تكون مفيده بالنسبه لكم، بس ما حدش اتكلم عليها ولا هي في السيرفي او ما شفناهاش يعني. طبعا نمره واحد اكيد زي موضوع اللي عبد الرحمن كان بيتكلم عليه، موضوع الفيديوز، بس انا بصراحه ده يعني انا شايف ان ده تو ماتش فور ذا كلاس، هي مش موجوده خالص في البيبر. الحاجه الثانيه ان الفيتشرز اللي بتستخدم في مسائل السيجمنتيشن سو فار اللي هم بيتكلموا عليها معظمها اللي بياخد الصوره الار جي بي ويدخلها على نتورك تعمل فيتشر اكستراكشن اند سو اون اند سو فورس، ديفرنت سكيلز بديفرنت حاجات. كان زمان الناس بيستعملوا حاجه اسمها الجيوديزيك مابس، الجيوديزيك مابس دي كانوا بيستعملوها في السيجمنتيشن. انا ممكن اشير معاكم بيبر قديمه ليا، انا عايز ارجع لنفس البتاع دي تاني. هعرف صح ان شاء الله. سكولر دي حاجة اسمها الجيوديزيك مابس، لحظة واحدة بس، هو بيداونلود يعني ملف. هي بتكون انترستنج قوي في مسائل انتراكتيف سيجمنتيشن، بس احنا ممكن نفكر لها في اكستنشن يشغلها على المسائل اللي ما فيهاش سيمانتيك سيجمنتيشن. لو انت عندك اليوزر عمل الاستروك اللي انت شايفها قدامك على الشاشة، شايفينها ولا لا، اللي هي لونها اخضر على القطة دي، كويس؟ المفروض ان يعني انت ممكن تعمل حاجه اسمها ديستانس ماب بتوين اي بيكسل في الصوره والنقطه واي نقطه خضراء.
فلو انت عملت الديستانس اللي هي مانهاتن ديستانس العاديه بتاعتك هيطلع شكلها عامل كده، ان الديستانس عند النقط الحمراء دي ان هي دي نقط لازقه على الخط، كل ما اللون بيفتحها اكتر كل ما انت بتبعد عن النقطه ايه اللي هو كان الخط ده. الخط ده بيريبريزنت شويه بيكسلز في الفور جراوند، فدي طريقه ان انا ريبريزنت هاو فار البوينتس من الخط، ودي بتستعمل كفيتشر اوريدي. يعني لو انا معايا الستروك فانا اقدر اعرف مين اقرب من الستروك، فلان ده سبوزدلي هيكون سبوزدلي هياخد نفس الليبل بتاع الاوبجكت بتاع الفور جراوند لو الستروك كان على الفور جراوند. طيب جميل، لو انت بقى عملت اللي على اليمين ده بيعمل ايه؟ ما بيعمل حاجه اسمها ديستانس ماب، برضو ديستانس ماب شبه اللي في النص بس مش معتمده على الديستانس بس، معتمده على الديستانس وكمان الكالر بتاع الاوبجكت. فعشان كده تلاقي ان النقط اللي هم من نفس الاوبجكت بالظبط على نفس البتاع واخدين نفس الايه الديستانس فيري فيري يعني اللو ديستانس، وكل ما بعد كل ما الديستانس اكبر. لو في قطه تانية ليها نفس الشيب بس بعيده بتبقى اقرب من نقطه مش من نفس الاوبجكت بس قريبه، زي مثلا دول الحاجات ده. مثلا الستروك دي ما جاتش في عين القطه خالص على الرغم ان هي قريبه قوي في الديستانس ما بينها هنا صح، ولكن هي عطيها لون افتح شويه ابعد. يعني طبعا ده ميزه وعيب يعني، بس مش مشكله بصرف النظر عن ان هو ميزه ولا عيب. الفكره ان دي فيتشرز بتستعمل في الانتراكتيف سيجمنتيشن وكانت بتستعمل بصراحه كتير قبل الديب ليرنينج. مشكلتها مع الديب ليرنينج ايه؟ لو انا في انتراكتيف ايمج سيجمنتيشن في كونفيجريشن ان انا عندي ستروكس على الانبوت على الفور جراوند، فده المفروض ان الفيتشرز دي فيتشرز يعني فيري ريتش، فيري فيري ريتش، والمفروض ان هي بتسهل السيجمنتيشن. يعني مثلا الابروتش اللي انا كنت عامله ده كان مره عملنا فيه باستخدام الجيوديزك مابس ومره من غير. فتخيل ان الاوبجكت ادي الفور جراوند بتاعك اللي هو البغبغان الاولاني دوت، وادي الباك جراوند اللي هو الاحمر. لو عملت سيمانتكس لو عملت انتراكتيف سيجمنتيشن باستخدام الستروكس دي ففي العاده هيغلط، هيدخل البغبغان الثاني مع البغبغان الاولاني لان الكالرز شبه بعضها قوي. يعني الكالر شبه بعضها قوي. لو انت عملت موضوع الجيوديزك هيطلع الاوبجكت بالشكل ده اللي هو الفور جراوند، ففصل يعني هو قدر يفصل مين الـ object of interest عن الـ object التاني اللي is very similar look من غير مجهود تاني زيادة. فالخلاصة ايه؟ ان الـ feature دي feature very rich، بس اللي هي مش مستعملة ليه مع deep learning؟ السبب الجوهري انها مش مستعملة مع deep learning هو ان هي very heavily computed يعني takes time. طبعا انا متاكد الناس دلوقتي يعني بداوا يربطوا مساله استخدام الجيوديزك مابس في السيجمنتيشن تاسكس باستخدام الاوبتيكال فلو في الفيديو تاسكس. لو انت عندك مساله فيها فيديو ففي العاده بتحسب حاجه اسمها اوبتيكال فلو، بس الاوبتيكال فلو برضو مشكلته ان هو بياخد وقت. فالناس حاليا بتحاول تدور على طريقه ما يحسبش فيها الاوبتيكال فلو ويراجع نتائج كويسه في المسائل اللي فيها فيديوز، سواء بقى كلاسيفيكيشن سيجمنتيشن ديتكشن وات ايفر اي تاسك. فاللي انا كنت بفكر فيه ان احنا لو نقدر حد يشوف لنا يدرس الايفكت بتاع الجيوديزك فيتشرز في مساله انتراكتيف ايمج سيجمنتيشن مع النتوركس اللي موجوده حاليا في الديب ليرنينج. يعني بدل ما انت تبقى عندك ستريم بتدخله الصور الار جي بي، ممكن يكون عندك ستريم هنا في الجيوديزك مابس، بس الجيوديزك مابس لازم يكون معاه ايه ستروكس، ان هو بيتحسب على ديستانس اراوند سيرتن بيكسل اوف انترست، ويدخل بقى الايه التو مابس دول على سام نتورك بتعمل سيجمنتيشن، بعد كده يطلع له الاوتبوت، بعد كده يشوف اذا كان محتاج يحط ستروكس زياده ولا لا. فلما يحط ستروكس يرجع تاني هنا يغير او يأدت او يزود تشانل على حسب بقى. فدي كانت هتبقى حاجه انترستنج ان انا عايز اعرف بصراحه هل هم مش بيستعملوش جيوديزك مابس دي عشان بتيك تايم ولا عشان مش فارقه، وان كان الانسبكشن بتاعي الرئيسي عشان هي بتيك تايم. لكن من ناحيه النتورك والتريننج، وانس ان انت معاك الجيوديزك مابس دول محسوبين، لو محسوبين بفور هاند يعني ف اتس ايزي. يعني هو النتورك نفسها هتكون فيري سيميلر للنتوركس بتاعت الايه الار جي بي. بس دي كانت حاجه يعني انترستنج، انا كنت شايف انها انترستنج ويت وورث ان الناس تبدا تبص عليها.
ده بالنسبه للجيوديزيك. برضو كنا اتكلمنا على النولج ديستيليشن، برضو انا شايف حكلير واكمل بقى كتابه. الحاجه الثالثه اللي انا كنت شايف ان هي مهمه اللي هي النولج ديستيليشن نتوركس، دي انا شايف انها كويسه، لان بقول لك حاليا اللي انا شايفه كده ان هي ماشيه في سكه انها تبقى هايب قريب، يعني هتقعد تعلى شويه كده زي ما الجينز فتره برضو اخذت هايب، هي اي حد عايز يقول انه بيفهم يعمل حاجه فيها جين. يعني دلوقتي طبعا الجين مشاكلها بقت ظاهره لمعظم الناس، ان هي محتاجه تريننج كتير وعندها بروبلمز في التريننج والحاجات دي كلها. دكتور الصوت، الو الصوت كان راح ورجع. طب انت اخر حاجه سمعتها ايه؟ مش سامعين ولا ايه؟ الجينز مشاكلها، الجينز بقى ليها مشاكلها في وقت التريننج، ان هي مثلا في عنده حاجه اسمها المود كولابس وفي حاجات تانية بتظهر، وان هم يحتاج يحط لوسز اكتر والكلام ده كان. بس في الاخر يعني الناس بتنجح يعني مع الجينز نعملوا حاجات انترستنج. اللي انا بقوله دلوقتي ان النولج ديستيليشن نتوركس سواء كانت في مالتي تاسك او حتى في سنجل تاسك از جود دايركشن تو انفستيجيت، يعني ان ده جود دايركشن تو انفستيجيت. ليه؟ لان لو الناس رايحه في سكه الريل تايم اكتر ورايحين في سكه الهاي، يعني اللو ريسورسز وهاي اكيوريسي ده الريكويرمنت اللي عنده، فالفريم ورك نفسه بيسبورت كده. يعني كون بقى ان انت هتعمل بيه حاجه معقده ده موضوع تاني، يعني ممكن في الاخر خالص النتورك بتاعتك اللي انت تستعملها كستودنت ليها ما تبقاش اسهل حاجه في الدنيا، يعني وارد، يعني وارد، ولكن وارد برضو انها تكون تستفاد من الادفانتج بتاعت التيتشر نتورك. يعني فدي حاجه تو بي انفستيجيتد. الحاجه الرابعه، في حاجه مشهوره في الـ عندنا برضو في الحاجات الكمبيوتر فيجن بالذات، حاجه اسمها جراف كونفوليوشن. في الحقيقه يعني في الحقيقه انا كنت متوقع في لحظه من اللحظات هلاقي ان في السيرفي فيها حاجه بتتكلم على جراف كونفوليوشن، فده كانت بالنسبه لي حاجه مفاجاه، لان الجراف كونفوليوشن ده بيستعمل علشان اعمل كونفوليوشن لما بيكون عندي الداتا مش جايه لي على شكل داتا ماتريكس. يعني انا احنا عارفين يعني ايه داتا ماتريكس، عندي سامبلز من اكس 1 لحد اكس ال، وعندي ليبلز من ال 1 لحد ال ال، وهنا ده الفيتشرز بتاعتنا اللي هي اكس دايمنشنز دي دايمنشنز. فلو انت عندك دي دايمنشنز بالمنظر دوت، فانت تقدر تستعمل ايه، اي طريقه من الطرق بقى، فولي كونكتد نيورال نتورك، تعمل كونفوليوشن لو كانت اصلا دي عباره عن حاجه ريشيبد من. طيب الجراف كونفوليوشن بيقول لك ايه؟ بيقول ان هو عنده الداتا ستراكشر بتاعه هو عباره عن جراف، يعني دي كده كلها على بعضها اكس 1، كل دي كده على بعضها اسمها اكس 1، هو جراف في ان نودز او ام نودز وات ايفر عدد النودز بتوعه. الجراف كونفوليوشن وظيفته ان هو يحول اكس 1 من المنظر اللي احنا شايفينه ده للمنظر ده، ان هو يجيب فيكتورايزد ريبريزنتيشن للجراف، انه يجيب فيكتورايزد ريبريزنتيشن للجراف. فانا كنت متخيل ان احنا ممكن نلاقي حد بيعمل افكار مشابهه لكده في الـ اسمه ايه ده، في الايمج سيجمنتيشن، بس انا مش عارف ليه هي مش موجوده بصراحه. اي didnt spend any time يعني عشان اشوف هي مش موجوده ليه، او ان هي موجوده ومستخبيه، او ان هي مش مناسبه، ما دورتش يعني. بس كان يعني نفسي برضو ان حد يبص على الحته دي، يشوف موضوع جراف كونفوليوشن هاو كانت فيت في المساله بتاعتنا. في توتوريالز موجوده جميله جدا على الميديوم والحاجات اللي شبه كده وتوردز داتا ساينس، بتشرح لك الجراف كونفوليوشن ان هو دلوقتي بيكون عندك كذا جراف بالمنظر ده، وجرافز دي التريننج داتا بتاعتك، عندك جراف كده وجراف كده وجراف كده، ايه ده كلهم شبه بعض؟ لا مش لازم كلهم يكونوا شبه بعض، بس ممكن الويتس هنا كمان رغم ان هم واخدين نفس الشكل بالظبط، بس ممكن تكون الويتس مختلفه يعني. فكون ان الويتس مختلفه وممكن كمان تكون حد فيهم شكله مختلف، يعني مش لازم يكونوا زي بعض بالظبط. وبيستعمل الموضوع ده في موضوع في مسائل كتيره، منها يعني مساله الكلاسيفيكيشن للسيل بروتين، لان البروتين يمكن انك تعمل له ريبريزنتيشن على شكل جراف، فممكن بروتين كلاسيفيكيشنز وحاجات شبه كده. فكنت نفسي اشوف في السيرفي حاجه بتتكلم على الجراف كونفوليوشن، بس انا ما شفتهاش خالص، انا كنت بصراحه استغرب. و ده دايركشن لو حد عايز يبص فيه برضه هيكون is not less interesting than the knowledge distillation، يعني هيبقى حاجه interesting لو نقدر نشوف graph convolution how can be used في المسائل. انا عارف الجراف كونفوليوشن بيستخدم في مساله مشهوره قوي
انا كان ليا خبره فيها زمان، مساله السكيلتون اكشن كلاسيفيكيشن. يعني احنا مثلا عندنا سكيلتون ده بتاع بني ادم هنسميه نيوترال، وده بني ادم تاني اهو ده اسمه هاند ويفنج، واحد بيشاور بايده لواحد صاحبه. فالمهم لو انا عندي السكيلتون بتاع ده والسكيلتون بتاع ده، ستيل اقدر اعمل ايه كلاسيفيكيشن لكل واحد منهم على حد. ليه؟ لانه هو هنا بيريبريزنت السكيلتون ده از ا جراف، بيسمي دي البوينت اسمها نمره 1، ودي البوينت نمره 2، ودي البوينت نمره 3، ودي البوينت نمره 4، ودي البوينت نمره 5، ودي البوينت نمره 6، ودي البوينت نمره 7. وبيعمل جنريشن لجراف من المنظر ده، بيعمل جنريشن لجراف من المنظر ده، وبيكون هنا دي ديستانسز بتوين الجوينتس موجوده عنده. يعتبر ان كل جوينت من السكيلتون عباره عن نود في جراف. فا given الكونفيجريشن ده يقدر انه يعرف ايه الاكشن اللي البني ادم ده بيعمله. وخد بالك ان الكلام ده ما بيكونش بس في شكل كده، لا ده بيكون معمول على تايم. يعني قصدي ايه؟ ان هو بيبقى عامل ازاي؟ يعني يبقى عامل زي سيكونس اوف سكيلتون. يعني في داتا سيتس كبيره مشهوره يعني بتحل المساله دي، بقى عنده الموداليتي بتاعت الار والجي والبي وكمان الدبث وكمان السكيلتون. يعني بس مشهوره بتحل المساله دي. طبعا هو هنا الجراف ستراكشر بتاع البني ادم واضح ان هو يقدر يطلع منه جراف ويعمل عليها جراف كونفوليوشن زي ما احنا بنقول يعني. بس ستيل مساله ان عندي ستراكشر اسمه جراف، ويعني مساله البوز استيميشن اللي هو كان عبد الرحمن عايز عليها بوست ترانسفير والكلام ده، فبرضه كان ممكن يكون انترستنج نشوف فيها موضوع جراف كونفوليوشن. بس انا مش عاجبني ان هو عايز يحله، يعني هو غير السكوب كان ممكن هيكويس. اظن دول اربع حاجات يعني انترستنج ان الناس تحط وقت او تحاول تبص فيهم يعني لو عندك وقت. يبقى احنا اتفقنا اول حاجه كانت ايه؟ كانت نولج ديستيليشن والجراف كونفوليوشن. جراف كونفوليوشن جي سي ان ان، واتكلمنا على الجيوديزك، واتكلمنا على ايه كمان؟ ايه اول حاجه اتكلمنا عليها؟ حاجه من اللي انتوا قلتوها اول حاجه دي. انتوا نايمين صح؟ لا مش نايمين، مش نايمين يا دكتور، بس بحاول افتكر. طيب يبقى النولج ديستيليشن والجي سي ان ان والجيوديزك اس فيتشر مابس، وكان في حاجه قبلهم. اول حاجه تسال حاجه، هو حضرتك قلت الديستنس مش جيوديزك، في ديستنس ماشي، قلت الجيوديزك ديستنس صح، وقلت الجي سي ان ان اللي قدامنا دي دلوقتي، وقلنا النولج ديستيليشن، وفي حاجه رابعه مش ممكن. انا وانتوا ذاكرتنا ضعيفه كده، ذاكرت السمك. فيديوز الشغل على الفيديوز صح، واحنا قلنا ان الشغل على الفيديوز فيه صعوبه نظرا لايه؟ ان هو تايم كونسيومينج. نفس الكلام، بس خد بالك من حاجه، الجيوديزك ممكن ما يبقاش تايم كونسيومينج. هقول لك ليه، لان في الاخر خالص انا عايز احل مساله ايمج سيجمنتيشن. فمساله ايمج سيجمنتيشن مهما كانت سي ان انا هعمل بري كومبيوتيشن لكل الجيوديزك مابس جيفن الانيشال ستروكس، هتاخد بقى قد ايه بروسيسنج؟ يوم، اثنين، ثلاث ايام عشان تحسبهم؟ ذاتس فاين يعني، اللي هيعتبر كانه بري بروسيسنج يعني. فانا اي دونت ثينك ان دي باد كيس، اي ثينك ان هتكون انترستنج يعني. دكتور بس اظن هتبقى مشكلتها في الانفيرنس، ولا مشكلتها في الانفيرنس يعني يعني هتاخد تايم في الانفيرنس كده يعني. طب ما ده على فكره ده حاجه كويسه يعني. خد بالك من حاجه، انت عارف كويس قوي الهيستوري بتاع الاوبتيكال فلو ولا ما تعرفوش؟ لا انا لسه ما وصلتش. طب الاوبتيكال فلو ده موجود في الفيجن من زمان جدا، بيحل مساله الموشن يعني، انه يعرف كل بيكسل اتحركت ازاي في الصوره ما بين اثنين فريمز. فهو انيشيالي الكلام ده فيري فاست تو كومبيوت بكلوزد فورم سوليوشنز، يعني بماتريكس مالتيبليكيشن وانفرس والكلام ده كله بيحل الموضوع ده. هو مشكلته ان هو في حتتين ما بيشتغلش كويس، حته التكستشر، ولو الصوره كانت كبيره قوي هياخد وقت كتير. فالحته اللي ما فيهاش تكستشر في الصوره بيطلع لها، ما يطلع لهاش الموشن حتى لو كانت بتتحرك. فهم لقوا ان في حاجه اسمها، عملوا حاجه اسمها اوبتيكال فلو نت. اوبتيكال فلو نت، اوبتيكال فلو نت بتعمل ايه بقى يا ترى؟ بتعمل نيورال نتورك تيستيميت الاوبتيكال فلو اللي موجود في الفيديو. فدي ميزتها ايه؟ ميزتها انها بتشتغل كويس في الحتت اللي فيها ما فيهاش تكستشر،
والحاجه الثانيه نحول الدنيا كلها الماتريكس مالتيبليكيشن. ستيل بتاخد وقت في الحساب مش اكبر بكتير من الوقت بتاع الاوبتيكال فلو اللي هو بيتحل بكلوزد فورم. ولكن هو الفكره كلها ايه؟ ان انت في الاخر خالص ممكن الجيوديزك مابس دي نعمل لها، بس ده نظر بقى بروجكت، يعني بروجكت تاني يعني مش موجود في الكورس ده، اعمل نتورك تعمل الجيوديزك ماب جنريشن بحيث ان هي ما تبقاش تاخد الوقت الجبار. طب انت عارف هي بتاخد وقت جبار ليه اصلا؟ لا الصراحه هي بتاخد وقت جبار عشان هو عشان يعرف ان البيكسل دي البيكسل دي على بعد قد ايه منها. كويس، عارف بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها شورتست باس بروبلم. شورتست باس بروبلم اول بير شورتست باس، بيجيب كل الشورتست باسز اللي موجوده ما بين البيكسلز في الستروكس على كل البيكسلز الموجوده عنده في الصوره. فتخيل بقى مساله السايز بتاعها شكلها عامل ازاي. لو الصوره بتاعتك 100 في 100 يبقى هيحل شورتست باس على 10000 نقطه اجينست 1 ستروك، او سي ان هم 10 ستروكس او ايفر يعني. هو بيعمل شورتست باس ليه؟ مش بيحلها شورتست باس فعلا. انا قصدي مش ممكن يعملها مثلا كينيرس نيبر او حاجه كده ولا ده هي شورتست باس برضو يا محمد؟ لو عمل كينيرس نيبر ما هي شورتست باس في الاخر برضو، بس على كي مش على كل. ما هو في الاخر ما هو لازم يعملها على كي في الاخر. انت معلش الشورتست باس بيتعمل ازاي؟ لو انا عندي جراف بالمنظر ده وعايز اوصل من هنا من النود دي للنود دي، تعمل ايه؟ تشوف مين النيبرز بتوعك دول. لازم امشي على كله ايه؟ لازم تمشي على كله لحد ما تشوف. ما انا ممكن اوصل من هنا اجي هنا، بس الباس ده اقصر صح؟ الباس الاولاني ده اقصر. ايوه. فالفكره انت لازم تحل المساله بشورتست باس. فاللي احنا بنقوله بقى دلوقتي، لو انا عندي طريقه تحسب الجيوديزك بطريقه كومبيوتيشنال عباره عن ماتريكس مالتيبليكيشن وماتريكس اوبريشنز شبه ما الاوبتيكال فلو عمله، ده هيبقى يعني انذر بروبلم طبعا، بس ات وورث تو بي يعني ايه ستادد. يعني مش لازم في الكلاس بتاعنا، بس انا قصدي ان دي حاجه انترستنج جدا. ولو بتتحسب بقى كومبيوتيشنالي فاست عن طريق شويه ماتريكس مالتيبليكيشن وماتريكس اوبريشنز يا عبد الرحيم، الايشو اللي انت بتقول عليه هيختفي صح. بس احنا بنقول ان انا في الكلاس بتاعنا انا مش محتاج اعمل نتورك تتعلم تحسب الجيوديزك، انا محتاج بس ان انا استعمل الجيوديزك حتى لو بياخد وقت في الحساب. فمع عدد الصور لو قلنا ان هم اراوند 10000 صوره مثلا في تريننج داتا بتعمل سيمانتك سيجمنتيشن، او مش لازم سيمانتك سيجمنتيشن، انتراكتيف ايمج سيجمنتيشن زي ما قلت، الداتا سيتس بتكون اراوند 10000 صوره في المساله بتاعه الانتراكتيف ايمج سيجمنتيشن، فده هيكون فاليد وهينفع يتعمل يعني. بس ده انا بقول. تمام تمام اوكي. خلاص هكتفي على كده النهارده. واحمد الكلاف احنا موافقين على الفكره بتاعتك، انت واضح جدا ان الريسج يعني الجزء بتاع الاب سامبلنج ده ممكن ما يكونش احسن حاجه، بس هل انت عارف هتمبلمنتها ازاي؟ هل ليها كود وهتبدا منه ولا هتبدا من سكراتش؟ لا لسه بشوف يعني. طيب انت لسه عندك فرصه لتغيير المساله حتى لحد الاسبوع الجاي. بس برضه ده اتس نوت باد ايديا كبروجكت، لو عندك طريقه تبدا بيها الدنيا فاي دونت ثينك ان ده باد ايديا، اتس جود ايديا. انا لسه اشوف طرق ثانيه، قصدي افكار ثانيه. اوكي هنكتفي على كده النهارده. ما تنساش الاسبوع الجاي هتبعتوا لنا بروبوزلز بقى رسميه بالداتا سيتس بتاعتكم، لو في اكواد افيلبل تقول لي انا هبدا من هنا بتاع كده يعني، ابدا اشوف الدنيا اوضح شويه ان شاء الله. دكتور بالنسبه لي بالنسبه لي كده يعني، انا قلت ثلاث حاجات، واحده منهم استبعدناها عشان كبيره، فالحاجتين اللي فاضلين اللي هي البوينت كلاود بانوبتيك سيجمنتيشن و البانوبتيك سيجمنتيشن عامه. ممكن بعد ما اعمل اللي هي بتاعه البانوبتيك سيجمنتيشن ممكن اجرب نولج ديستليشن، اعمل نتورك اصغر من النتورك الموجوده. فدول الحاجتين المحترمه بينهم دلوقتي. يعني انا مقتنع ان احنا كنا فكرنا قلنا لو انت عملت الاف سي ان في مساله الايمج كابشننج ده هيكون جود انف، ده اللي احنا قلناه يعني، ده انا مقتنع بيه. بس طبعا اتس اب تو يو، عايز تشتغل في سيمانتك وكيتي دي هي شكلها لذيذ برضو، بس مش عارف صراحه هتمشي معاك ولا لا. انا هي فكره البيبر كانت صعبه، فانا هحاول ابص النهارده كده حاول تقراها تاني بالراحه كده، وخلينا ممكن ندسكاس في نص الاسبوع برضو ان شاء الله. تمام ماشي. شكرا يا شباب.
نكتفي على كده النهارده. حد تاني عنده اي سؤال؟ دكتور انا كنت بعت لحضرتك البروبوزال كده بس حضرتك قلت محتاج يتعدل فعدل فيه ايه بالظبط؟ هبص عليه واقول لك اذا كان محتاج تعديل ولا لو مش محتاج تعديل خلاص. خلاص في ناس انا هزود فيه يعني اللي هقسمه تو فيزز يعني هو الفيز الثانيه ان هو يشتغل في الكاونتنج والفيز الاولانيه ان هو يشتغل على السيجمنتيشن عادي. دي الحاجه اللي هعدلها. لو حضرتك عندك اي كومنت تاني هنتظره يعني. تمام يا استاذ انا لو في اي حاجه هقول لك ان شاء الله. خلاص تمام. ما تنسيش تابديت البتاع ده البروجريس لوج. اوكي حاضر. خلاص تمام. شكرا لكم ونشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. روحوا دكتور.